بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضة اليوم مع وائل الرياضة. النهاردة هنستكمل سيناريو الكلام اللي كنا بنتكلمه امبارح وأحداث مباراة الزمالك وإمبي في الدوري الممتاز واللي راح ضحيتها أو يعني كان في ضحايا والمباراة بتلعب داخل الاستاد، كان في ضحايا خارج الاستاد 22 تقريبا من جماهير نادي الزمالك، يعني راحوا ضحايا للأحداث اللي حصلت، وناس تقول اشتباكات وناس تقول مش اشتباكات، ولكن هو الواضح ان كان فيه اشتباكات. كلام كتير اتكلمنا امبارح في كلام مفصل عن اتحاد الكورة، عن الامن، عن لعيب الزمالك. انما وانا بتفرج على الحلقة امبارح النهاردة يعني في الاعادة برضو استوقفني شوية حاجات. صلاح سليمان لما دخل معنا امبارح اعتقد قال تصريح خطير جدا، يعني لعيبة الزمالك لما دخلوا معايا باسم مرسي واسلام جمال الاثنين قالوا، وكنت سمعت احمد عيد عبد الملك برضو في المداخلة في احدى القنوات مع كابتن شوبير قال وحلفوا بايمانات المسلمين كلهم ان 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 هم ما كانوش يعرفوا في الوقت ان صلاح سليمان لاعب نادي امبي امبارح بيقول ان في الدقيقة 20 من الشوط الاول عرفنا ان في حد مات. حتى انا استغربت قلت له الدقيقة 20 من الشوط الثاني ولا من الشوط الاول؟ قال لي لا من الشوط الاول. قلت له طب انتوا ما خدتوش قرار ليه؟ قال ما احنا ما خدتوش قرار بين الشوطين ليه ان انتوا يعني ما تلعبوش؟ قال ما احنا احنا ما ركزناش. اذا انا مش عارف اصدق مين وما اصدقش مين. والحلفان بقى اسهل حاجة عندنا، يعني الحلفان اسهل حاجة عندنا، ما بقتش عارف اصدق وانا بتفرج على الحلقه، وانا اللي بدير الحوار بتفرج على الحلقه انا مش مصدق، فبالك بالمشاهد اللي بيتفرج عليا او بيتفرج علينا احنا الاثنين انا واللي بدير الحوار معاه. فحاجه غريبه جدا ان لعيبه نادي الزمالك بتحلف ان هي ما تعرفش، في حين ان لعيبه نادي امبي او لاعب نادي امبي بيقول انه يعرف. طب رئيس نادي الزمالك اخذ قرار بايقاف عمر جابر لاجل غير مسمى، طب ليه؟ عشان مش قادر يلعب. طب ليه؟ عشان عنده اختناق من القنابل المسيله او مسيله للدموع. طب اذا الراجل يعني ده في العرف بتاع الكوره اصابه، واحد مش قادر يلعب عشان اصابه يتوقف ليه لاجل غير مسمى؟ انا بالامانه بقول لكم اليومين اللي فاتوا بتفرج بس الاقي تصريح من الكابتن ايمن يونس ان خلي بالكم يا جماعه الاخوان لبست لبس الشرطه وهي اللي ضربت في الناس، ما تستبعدش ان هم اللي قتلوا. يعني انت 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 بتؤيد ان في قتل؟ سيبك بقى من ده لبس شرطه ولا ده مش لبس شرطه، يعني انت تؤيد ان في قتل؟ انما انت بتقول ان القاتل ممكن يكون الشرطه، ممكن يكون الاخوان. طب لو مش الاخوان هتبقى الشرطه هي اللي قتلت مثلا؟ نستبعدها جدا في الظروف اللي احنا فيها دي، نستبعدها. الشرطه بتطبطب او الشرطه بتحاول تلم الشمل تاني مع الناس. فكلام كتير. خلينا ناخد كابتن طارق العاشي، ده من الشخصيات المحترمه جدا، واعتقد انا وجهه نظري ما اعرفش انا هسمعه، انما وجهه نظري ان هو لو كان يعرف اكيد كان 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 مش كانش هيكمل. انما اللاعب صلاح سليمان قال ان احنا كنا نعرف في الدقيقه 20 من الشوط الاول. كابتن طارق ازيك؟ اهلا يا شيخ. البقاء لله وحده يا كابتن طارق. البقاء لله وحده شيخ. كابتن طارق يعني المباراة اتلعبت وانتوا كنتوا عارفين ان في اشتباكات زيكم زي الناس كلها كانت عارفة ان في اشتباكات بره ما بين الجمهور وبين الامن. عملت مداخلات مع لعيب الزمالك حلفوا بايمانات المسلمين ان هم ما يعرفوش. عملت مداخلة مع صلاح سليمان قال لي ان احنا في الدقيقة 20 عرفنا ان في حد مات. قلت له طب بين الشوطين ما خدتوش قرار ان انتوا ما تكملوش؟ قال لي لا ما احنا ما ركزناش. بالنص كده عايز اعرف الدنيا يعني مين الصح ومين الغلط يا كابتن طارق؟ طب صلاح هيعرف ازاي في الدقيقة 20؟ مش معنى الدقيقة 20 يعني. مش عارف، هو اللي قال كده امبارح والله. يعني هو اللي قال كده والله. اللي كان واضح هو طبعا في الاحماء، ان كان في
طبعا دخان بتاع القلب الاخير للدماء اللي كان بتضرب على الشارع. طبعا دي هواء كيفة في البلد ما كانش بحرفة فخة من كتر اللي طبعا ما استنشقوا للدخان اثر عليهم بشكل اكيد. اكيد طبعا. لو احنا نعرف كنا عملنا حياة اقل الرئيس مع عمل نادي الزمالك في ماتش الاهلي الاسماعيلي لما خد سمير من الاهلي كنا على الاقل احنا الاثنين هنتفق على الاقل عن الاكل بكره. لان طبعا فقدان عدد كبير من الجماهير بشكل كبير جدا. اقل شيء ان ما تلعبش المباراه وبعدين هتلعب ازاي؟ لان هذه الظروف الصعبه اللي احنا عشناها كالعادي. كابتن طارق الصوت عند حضرتك بيقطع. الصوت عند حضرتك بيقطع. سامعني كده شيء توصل؟ اه سامع كده كويس. لكن اقل شيء ان احنا هنوقف المباراه مش هنلعب احنا ونادي الزمالك. يعني طبعا نظرا طبعا للموقف لموقف صعب لو عرفنا ان هناك لكن لا احنا ولا الحكام ولا المراقب. يعني ما كناش نعرف ان هناك في عدد كبير الكلام ده عرفناه بعد المباراه وبعد ما كمان رحنا البيوت لما ابتدت تتداول بقى الموضوع على بشكل كبير جدا. بعد احنا خلي بالك احنا خرجنا من الملعب على 16 ونص. كان ابتدى يفرق الناس على الاعمال لا مش عرفنا بعد المباراه اللي في اعتقد من الجمهور تاثرهم الله. الو كابتن طارق. طب حاولوا تكلموا تاني كابتن طارق يا جماعه عشان الصوت الواضح ان كان فيه مشكله. طيب يعني كلام كابتن طارق العشري ان هم اكيد لو كان عارف ان في حاجه زي كده كان ما فيهاش كلام، كان هينسحب هو والزمالك زي ما الزمالك عمل الموقف ده قبل كده ساعه مباراه الاهلي والمصري البورسعيدي في احداث مجزره بورسعيد. طيب امال يعني عمر جابر امبارح طالع في مداخلات وقال ان انا يعني عارف الـ 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 قلت للعيبه ان في ناس ماتت. تصدق مين وما نصدقش مين؟ مين الصح ومين الغلط؟ انتوا ليه بتحيرونا؟ ليه الناس بتتفنن في ان هي تحيرنا؟ انا مش عارف. انا للامانه مش عارف. الموضوع اتمنى ان هو يعني يبقى فيه سرعه في ان احنا نعرف مين الجاني او مين المتسبب في قتل ال 22. احنا 74 او 72 ماتوا في احداث بورسعيد ولغايه دلوقتي 3 سنين وما نعرفش مين اللي قتلهم او مين اللي تسبب في موتهم. لغايه دلوقتي ما نعرفش مين 3 سنين. هل ال 22 دول على سنة 2018 هنقعد نفس القعدة ونقول ما هو بتوع بورسعيد ما جبناش حقهم وعرفناش مين الجاني وبتوع الدفاع الجوي ما عرفناش مين الجاني؟ ألو كابتن طارق معلش الصوت كان وحش قوي يا كابتن طارق. معلش تمام كده الصوت زي الفل. فانا قلت بس لخصت في الفتره اللي حضرتك بعدت فيها دي قلت ان كابتن طارق قال ان اكيد لو كنا نعرف كنا هننسحب احنا والزمالك زي ما الزمالك عمل في ماتش الاسماعيلي ايام احداث بورسعيد. طبعا كان اقل شيء اقل شيء كنا ممكن نعمله في التوقيت الحالي طبعا تقديرا للموقف واقل شيء ان احنا ما نلعبش. طيب كابتن طارق برضو يعني انت شايف نتلاشى القصه دي ازاي؟ نتلاشى مواضيع قتل ناس وموت ناس في استادات كره القدم ازاي؟ يعني احداث بورسعيد من 3 سنين ولسه لغايه دلوقتي مفيش اي حق رجع ما نعرفش مين الجاني. شوف استاذ الامور اصلا كانت مش قريبه جدا في الدور الاولاني. الموضوع كان بوجود الجماهير والتوقيت الحالي بالنسبه للبلد ما يسمحش تواجد جماهير او تجمعات بشكل كبير جدا. لكن الدور الاولاني انت شايف المباراه حتى يعني المباراه اي نعم جماهير لها دور كبير جدا كلنا بنحب نلعب في وجود جماهير لكن في ظروف اقوى منا ومنك.
يعني بتتطلب ان احنا ما نضحيش بحد. ادي اول تجمع جماهيري فقدنا 20 نفس. احنا كنا حلو عن الكلام ده. ويمكن انا من اول ما اتاخد القرار برجوع الجماهير انا قلت للكابتن عبد الناصر محمد انا متخوف شديد. انا كنت كمان مع الكابتن شرير بعد ماتش الاهلي، انا قلت له كنت معاه في الراديو البرنامج بتاع الصبح في الشباب الرياضي. انا قلت له كابتن شرير انا متخوف جدا 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 من تواجد الجماهير. طب انت تخوفك ده جه نتيجه ايه يا كابتن طارق؟ بالرغم من وزاره الداخليه والامن قالوا ان احنا عندنا القدره ان احنا نامن بشكل قوي. يا شيخ توصل المشكله مش وزاره الداخليه في التامين، مشكله في السلوك. مشكله في السلوك. ازاي تلتزم كجماهير؟ يعني المشكله انك ازاي تلتزم؟ بعدين عندك شواهد. عندك في عمليات في سينا، عندك في كل يوم يموت ناس في قتلى في قنابل مزروعه. يعني انا قصدي الوضع غير مؤهل انك تعمل تجمعات. انا عاوز اقول لك حاجه مهمه جدا يا شمس. اتفضل يا كابتن. لما اللي انا ما كنتش بشوفه على الفيديوهات اليوتيوب والتلاحم بين الجماهير امام السلم بتاع الجو والشرطه، لنفترض حتى لو 0% ان واحد ليه حرام شنطه فيها اي حاجه، ايه اللي كان هيحصل؟ انت 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 ايه اللي ممكن تستوعبه؟ كان هتبقى طبعا كارثه. طبعا. انت سامعني يا شيتوس؟ ايوه يا كابتن سامع حضرتك. لو جه واحد رمى شنطه في ظل هذا الهرج الكبير ده، كنا فقدنا عدد كبير قد ايه؟ كنا فقدنا عدد اكبر من كده بكتير. في ظل انك الهرج والمرض اللي انت شفته ده كله. الوضع باقامه المباريات لا يسمح بدخول بنات. خاصه ان احنا عندنا شواهد. ثانيا الدور الاولاني تم يعني اعتقد يعني تم بشكل جيد جدا. كان هناك في تنافس، مباريات ابتدت تحتوي بشكل كبير جدا في التنافس بشكل كبير. كان لابد ان احنا نكمل هذا الدوري بعدم وجود كبير على الاقل في الوقت الحالي، على الاقل لما يبقى في استقرار داخل الدوري. طيب الفتره اللي جايه دلوقتي النشاط موقوف لاجل غير مسمى، في اجتماع يوم الخميس القادم عشان الدنيا يناقشوها هيرجعوا ولا لا. من وجهه نظرك هل النشاط يرجع ولا لا؟ وايه تقييمك؟ هل انت عايزه يرجع ولا شايف ان النشاط ما يرجعش دلوقتي؟ مفيش شك طبعا يعني الاستعداد اللي احنا واخدينه في الوقت الحالي طبعا طبيعي. كان لابد من التوقف نظرا للاحداث اللي احنا شفناها. لكن يعني مفيش حاجه بتتوقف. لابد من عوده الحياه مره اخرى بشكل طبيعي مع تلافي الاوضاع اللي ادت الى ذلك. الدنيا مش هتتوقف. لابد من الدنيا ندي مثل ان اذا كان ده حادث فحادث عرضي. والامور تمشي تاني طبيعي. الامور تمشي تاني طبيعي. مفيش شك. يعني لو كل شيء حدث وتوقفت خلاص الدوله مفاصلها تتوقف. انما قبل يوم الخميس ده لازم يحطوا او في اجتماع يوم الخميس قبل ما ياخدوا موقف بالرجوع او بعدم الرجوع، واكيد هيبقى بالرجوع اكيد، انما لازم يحطوا معايير ولوائح وكل حاجه وضوابط زي ما حضرتك بتقول، ضوابط جديده يتعمل عليها المسابقه الدور الثاني. هو كل المعايير واحده يا شيخ، هو عدم تواجد اي نوع من الجماهير داخل بس فقط لغيه مدارس الترتيب مع اللاعبين طاقم التحكيم المراقبين فقط، لغي اعلاميين فقط، لغي عدم حدوث اي حاجه. انت يا شيخ لابد تتلافى اي خطا يؤدي الى كارثه في الوقت الحالي. النهارده 20 نفس الكل شوف النهارده خد سلطه الاعلام قد ايه على هذه الحادثه. يعني شوف الاعلام سلط على الحادثه دي قد ايه. في ظل الظروف اللي انت بتعيشها البلد في وضع اقتصادي وطور اقتصادي قائم، كان في زياره الرئيس الروسي بوتين. بوتين يعني الوضع لا يسمح، الوضع لا يسمح باي تجمعات. بالاضافه ان احنا ما صدقنا ان احنا الشرطه تلتقي مع الشعب مره اخرى. يعني بناء الثقه مره اخرى. مش عايزين نبدا الخلف.
يعني مش عايزين اي تلاحم ولا تصادم مره اخرى، لان لو حدث اي خروج عن النص من الجماهير مين اللي هيتصدى للموضوع ده؟ احنا خسرانين كلنا مش كده ولا ايه؟ اه طبعا احنا هنخسر بدي، يعني بنرجع لنقطه الصفر مره اخرى. ايه الداعي؟ ايه الداعي ان احنا نحط نفسنا في الموقف ده؟ الوقت اللي احنا ماشيين فيه كويس، يعني البطوله والمسابقه اللي فيها الكاس او الدوري ماشي كويس، يعني ما شفناش في تجاوزات بشكل كبير جدا. دور اول تخطى والحمد لله ما فقدناش حاجه. مفيش واحد الحمد لله فقدناه من التمرير ولا من اي حد عناصر اللعب، الامور ماشيه كويس جدا. انا اتمنى ان احنا نتجاوز الموضوع ده بشكل سريع. الحياه الطبيعيه هتعود مره اخرى طبعا طبيعيه جدا، لكن طبعا كلها عمليه وقت مع تدارك الاخطاء اللي احنا وقعنا فيها. اتمنى ان احنا ندرس الاخطاء اللي احنا وقعنا فيها اللي طبعا في حادث بتاع سعيد، ثم الاخطاء اللي احنا وقعنا فيها في حادث بتاع باذن الله. كابتن طارق العاشر المدير الفني الكوفي النادي ام بي، انا بشكرك شكرا جزيلا. طيب يعني هو كلام مهم اتقال، يعني برضو كابتن طارق قال لازم نقف في الفتره دي، انما لازم نكمل بعد كده عشان الحياه مش هتتوقف. يعني هو لازم فاصل انما لازم نواصل، دي حاجه طبيعي. فاصل عشان خاطر الاحداث اللي احنا فيها والحداد ونتمنى ان احنا فعلا نفسنا نعرف ايه اللي بيحصل بجد. الضبابيه اللي احنا بقينا موجودين فيها مش عارفين اي حاجه بتحصل، الالتراس ارهابيين وخونه وعملاء ومسياسين ومش عارف ايه، ناس تانية ترجع تقول دول مشجعين كوره وهم بتوع الكوره في كل انحاء العالم من الالتراس، دي حالهم بصراع مع السلطه ووزارات الداخليه دايما. حد تاني يقول لك الشرطه هي اللي بدات بالعدوان والعند وبتصفي حساب مع الولاد دول. حد تالت يقول لك الاخوان اندسوا في وسط الناس عشان خاطر اندسوا في وسط، خلي بالكم ناس تقول الاخوان اندسوا في وسط الجماهير، وناس تقول الاخوان اندسوا في وسط الشرطه، وناس تقول يعني عندك ناس تقول كل حاجه. احنا بقينا في جو او في ارض خصبه بشكل كبير جدا لاي اشاعه واي فتي واي حد بيقول اي حاجه. طب مين الصح؟ طب تقدر تحلف؟ يقول لك لا. طب ما دام ما نقدرش نحلف على حاجه معينه، مين اللي يقدر يجيب الحق بتاع الناس دي؟ او مين يعني خلي بالك، ما هو لو الجماهير هي الغلطانه اذا الشرطه ليها حق ولازم حد يجيب حق الشرطه، ولو الشرطه هي الغلطانه يبقى الجماهير عندها حق ولازم حد يجيب حق الجماهير. ما احنا مش هنفضل في كده. ما احنا مش هنفضل مش فاهمين ومش عارفين، وكل واحد بيطلع يجتهد في معطيات قدامك بتطلع تتكلم فيها، في اعداد بيحضر لك، في اخبار عندك، في مصادر بتجيب لك معلومات، في حاجات بتتسرب، في حاجات مش عارف ايه، كل الكلام ده بتطلع تقوله. طب تحلف عليه؟ نحلف على حاجات عارفينها، في معلومات عارفينها، انما انا ما اقدرش احلف ان في حد مندس وسط الناس دي، لا ما اقدرش احلف على دي، ومحدش يقدر يحلف على دي. طب اصلا الوايت نايتس والالتراس والكلام دوت ما عندهمش متحدث اعلامي يطلع يكلمك يقول لك والله بص احنا كذا 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 كذا، في خطابات او في التوصيات بتاعت النيابه سنه 2012 في مارس 2012 ساعه الاجتماع التنسيقي اللي ما بين كل الجهات المعنيه، اتحاد كوره ووزاره ووزير وكل حاجه، وزير شباب ورياضه ووزاره الداخليه واتحاد الكوره عشان خاطر الجماهير ترجع، في وسط الاشتراطات اتكتب واتقال ان لازم يحصل تنسيق مع قيادات الالتراس عشان خاطر تنظيم دخول المباريات. ده بيحصل؟ لا. اذا انا في سنة 2012 اعترفت ان هم قوة موجودة على ارض الرياضة المصرية باعترافي في خطابات، ان اقعد مع الالتراس اخلي الالتراس ينظم، ادي للالتراس تيشيرتات مختلفة من قياداتهم عشان خاطر الدخول والخروج. يعني اذا انا شاركتهم، خليتهم يشاركوا بصفة اساسية وحطيت الكلام ده في كلام رسمي، وفي نفس الوقت بعد سنه خليتهم وحشين وارهابيين وبلطجيه ومش عارف ايه. طب يعني اذا اصلا ما فيش رؤيه. كابتن طارق برضو اتكلم في نقطه مهمه جدا،
ان الوقت مش مستحمل عوده الجماهير. طب عوده الجماهير كلنا كنا بننادي بيها عشان بس ما حدش يقعد يتنصل من الموضوع، كلنا كنا بننادي بعوده الجماهير. طيب في الوقت اللي احنا كنا بننادي في عوده الجماهير بعوده الجماهير، وزاره الداخليه هي اللي كان في ايديها الامر، يرجعوا الجماهير يا ما يرجعوهاش. هو مش في اجنده؟ مش عندنا في الكوره في حاجه اسمها اجنده دوليه؟ الاجنده الدوليه دي بالتواريخ والمواعيد الفيفا حاططها عشان تبقى عندك مباراه بعد 5 اشهر عارف انك هتلعب في التاريخ ده مش عارف ايه. طب ما هو مفترض ان في الحياه السياسيه بيبقى في اجندات. معروف ان الرئيس السيسي او رئيس البلد هو هيقابل رئيس بلد اخرى، او هيبقى عنده اجتماع، او هيبقى في مؤتمر، او هيبقى في حاجه، فمتعارف ان في اجنده. هيبقى في اجنده في شهر مارس المفترض هيبقى في انتخابات، في شهر مش عارف ايه هيبقى في اعاده مش عارف ايه، يعني في اجنده عايشين عليها. فالمفترض ان وزاره الداخليه تراجع الاجنده دي قبل ما تدي قرارات بان مين هيجي يامن ومين مش هيجي يامن، بحيث ان ما يبقاش فيه ارهاق عليها، ما يبقاش فيه حد يقدر يخش وينخور زي ما بيقولوا كده، ما يبقاش فيه حد يستغل فرصه ان في حاجه ثانيه فاضرب في حاجه ثالثه عشان خاطر ادي رساله. انا هفترض كل الافتراضات، انا بفترض كل الافتراضات وانتوا اللي تحكموا. انا هقول كل اللي بيتقال، كل اللي بيتقال، وهقول لكم على وجهه نظري في الاخر لما يعني لو في حاجه هتبنى فيها وجهه نظري اقول لكم دي وجهه نظري. انما من حقكم انتوا كل واحد يحلل الموقف على دماغه. اللي شايف ان الاخوان السبب يعتبر الاخوان السبب، اللي شايف ان الشرطه السبب يعتبر ان الشرطه السبب، اللي شايف ان الجمهور بلطجي يعتبر ان الجمهور بلطجي، اللي شايف ان الجمهور حلو بس نقعد معاه ونقومه شباب زي الفل زي ما الرئيس بتاعنا قال يعتبر كده. كل واحد يعتبر اللي هو عايزه. انما في الاخر لازم نوصل للنتيجه، في الاخر لازم نعرف مين الجاني، في الاخر لازم نعرف مين المجني عليه. ده مهم جدا، مهم جدا، عشان ما نفضلش، عشان بعد 3 سنين لو ربنا وأحيانا وكان لنا عمر ما نرجعش نقول يا جماعة ما هو عشان ما جبناش حق بتوع بورسعيد وما جبناش حق بتوع استاد الدفاع الجوي عشان كده بقى عندنا استاد دمنهور لا قدر الله، عشان كده بقى عندنا استاد الماكس لا قدر الله. مش عايزين نوصل للمرحلة دي. عايزين نعرف مين، وفي ناس معنية ان هي تجيب لنا مين، تجيب لنا مين اللي عمل الكلام دوت. ده كلام مهم جدا. خلونا نطلع لفاصل، بعد الفاصل هرجع اكمل بقيه كلامي. بحضراتكم مره اخرى رجعنا لكم بعد الفاصل. طيب عندي مجموعه من الاخبار عايز اكلم حضراتكم فيها ليها علاقه اكيد بالموضوع. طيب اتحاد الكره بيخلى مسؤوليته من تنظيم مباراه الزمالك وانبي. قامت لجنة وزارة الرياضة المكلفة بالتحقيق في أسباب كارثة سقوط ضحايا في مباراة الأهلي في مباراة الزمالك وإنبي، قدم مسؤول اتحاد الكرة بعض المستندات الخاصة إلى اللجنة التي يترأسها عماد البناني، أكدوا فيها أن الزمالك هو المسؤول عن تنظيم المباراة ودخول الجماهير بناء على الاتفاق اللي تم في اجتماعات لجنة الأندية وقيادات وزارة الداخلية، وأن علاء مقلد مدير عام النادي الأبيض هو المكلف بتنظيم المباراة من قبل مجلس الزمالك، وكذلك طبع وبيع التذاكر. قدم مسؤول اتحاد الكره للجنه وزاره الرياضه اللي تواجدت النهارده الظهر في الجبلية للتحقيق في احداث استاد بورسعيد خلال مباراه الزمالك وانبي واللي شهدت وقوع 22 قتيل، ان النادي الابيض مسؤول عن تنظيم المباريات ودخول الجماهير بناء على اتفاق الجبلية مع لجنه الانديه، خاصه بعد تمسك لجنه الانديه بحضور الجماهير المباريات بدايه من الدور الثاني. طيب يعني نادي الزمالك هو المسؤول الاول والاخير عن دخول الجماهير، انما انت المسؤول عن نادي الزمالك المسؤول عن دخول الجماهير، انت المسؤول عن الرياضه او عن اللعبه في مصر. طيب هو لما حصل احداث بورسعيد هو مش كان اتحاد الكره كان مسؤول ولا ما كانش مسؤول؟ كان مسؤول، وتم حل مجلس اداره الاتحاد من قبل كمال الجنزوري لو تفتكروا، الدكتور كمال الجنزوري. اذا المسؤوليه مش مسؤوليه ان انا على فكره يا جماعه انا ماليش دعوه. هو احنا ليه بنتنصل؟ ليه؟ مش انت اللي بتدير اللعبه؟ مش انت اللي بتدير المنظومه؟ يعني مش فاهم. قبل ما مباراه الاهلي والزمالك كان اتحاد الكره بيهلل ان هو اللي مسؤول عن التنظيم وانا اللي مش عارف ايه وانا اشمعنى يعني؟
اشمعنى يعني؟ مش فاهم. عشان احنا بننقي الاحداث، لما حاجه تمشي بسلام وبامان وحلوه والناس تشيد كله يجي في الكادر وعايز يتصور. لما يحصل حادثه لا قدر الله، ولا مشكله، ولا حاجه بتحصل مش على هوانا، ابعد، ادي ظهرك وابعد. مش انا، مش انا. يعني لما اتحاد الكوره اللي مسؤول، الاب الشرعي بتاع كره القدم في مصر، يقول لك انا مش مسؤول عن ان في 22 ماتوا، يبقى هنتكلم ليه؟ هنتكلم هنقول ايه؟ هنحاسب ايه ولا نعمل ايه؟ طيب انا معايا تقرير عن راي الجمهور في الاحداث اللي حصلت، خلونا نطلع نتفرج على التقرير ونرجع نكمل بقيه كلامنا. كيف الاحداث اللي حصلت في مباراه الزمالك؟ طبعا احداث مؤسفه جدا، واي حد من شبابنا بيموت طبعا ده بسبب حزن في نفس كل واحد بيشوف الاحداث ديت. لكن المشكله بقى مين مسؤول بقى؟ هل المسؤول فعلا الداخليه، ام المسؤول كارتي ارتس الزمالك، ولا ايه بالظبط؟ يعني يحيى بصراحه ضيع في وسط هذه الاحداث. اكتر حاجه تحزن الناس اللي في كل فكرها موضوع الفكر المختلف، يعني الناس تقعد تقول لك ان الاخوان هي اللي مثلا لبست لبس شرطه علشان توصل الفكره بالشكل دوت يعني. بس هي فكرا بقى اجماليا حاجه تحزن والله اللي احنا فيه دوت. والله انا رايي ان القانون لازم ان احنا نطبقه على الكبير قبل الصغير، وان مفيش اشياء زي دي ومفيش ماتشات زي دي تحصل غير لما يكون حاله الامن مستقره في البلد، لان الامن في البلد اهم من امن الكوره. والله شايف ان اللي حصل ده كله ماتش كوره زي كده، الكوره الناس بتروح ضحايا كتير بسببها. وعايزين نعرف يعني ايه السبب. احنا طول حياتنا احنا بنتفرج على كوره وبنشوف كوره، يعني ليه كل ماتش نبص نلاقي 20 30 واحد 40 واحد يموتوا؟ اصلا يعني هو طبعا المفروض الداخليه ما تضربش في الشباب ايا كان السبب، داخلين بتذاكر من غير تذاكر المفروض ما تضربهمش. رايي انه الاطراف كلها غلطانه، انه برضو يعني الالتراس غلطان ان هو ابتدى، بس في نفس الوقت المسؤولين يعني لازم يتحاسبوا عشان الناس اللي ماتت دي مهما كان اللي حصل ما ينفعش الناس تموت. والله انا كان راجل اهلاوي برضو يعني، بس صعب عليا يعني، انا ليا اصحاب كتير في التس الزمالك، بس والله يعني صعب عليا قوي. غير كده عايزين نعرف بس هو مين عمل كده. وانا من رايي لما يكون في مباراه قريبه ندي فتره اطول للجمهور، مش لازم ان احنا نديله نص ساعه وساعه ويبقى مجهود على الداخليه وبعد كده نضطر نضرب قنابل ونموت الناس. الناس دي ذنبها في المستويات اللي بتاخد القرارات، مش في اي حد. هو واخد قرار انا رايح ماتش، ليه بتديله ساعه وعدد الناس كبير وهو محتاج ساعتين؟ هو اللي حصل باين ان هو مؤامره، اللي حصل اللي هم العيال دخلت بعد كده الطريقه نفسها ان هم مجهزينهم ان هم دخلوهم ويحطوا اسلاك شائكه من وسطهم ويدخلوهم وسطها، ده مش كل حاجه، ده يعني مش كله معمول كده صدفه. شفتوا حضراتكم التقرير وشفتوا يعني الناس متاثره قد ايه؟ اكيد كل الناس متاثره بالاحداث اللي حصلت. خلوني بس اخد مداخله مهمه جدا مع الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي لوزاره الشباب والرياضه والمكلف بالتحقيق من قبل وزاره الشباب والرياضه في احداث او في الحادثه اللي حصلت في استاد الدفاع الجوي. دكتور عماد ازيك؟ اهلا وسهلا. اهلا. البقاء لله وحده طبعا في البدايه. طبعا البقاء لله والحدث جلال طبعا، هو كل تعازينا لهذه الضحايا، وان شاء الله نتمنى الا يتكرر هذا الحادث من جانب ومن جانب اخر، ان يعني ما فيش اي حاجه تعوضهم عن ابنائهم وابنائنا، ولكن علينا يجب ان نؤديه باذن الله وسيتم ذلك باذن الله. الواجب اللي لازم نؤديه يا دكتور عماد واللي حضرتك مكلف بشكل كبير جدا بالتحقيق في القصه دي، يعني عايزين نعرف ايه اللي حضرتك هتعمله وايه اللي هيحصل في الفتره اللي جايه بحيث ان احنا نحاول ان احنا نجيب حق الناس ما يضيعش هدر. احنا هنتكلم عن الموضوع باكثر توضيح. ايوه. هناك لجنة شكلت بقرار من وزير الشباب والرياضه المهندس خالد عبد العزيز برئاسه الاستاذ الدكتور اشرف صبحي مساعد الوزير، وانا بشرف بقضيه اللجنه مع مجموعه من وكلاء الوزراء والمستشار القانوني اللي هو رئيس مجلس الدوله المستشار العدلي. واللجنه بتبحث في الاجراءات
التي تمت بالقياس بالاجراءات الواجبه الاتباع قانونا في ضوء القوانين واللائحه وفي ضوء التعليمات الصادره من وزاره الداخليه في الاجتماع التنسيقي الذي تم مع وزاره الشباب وحضور اتحاد الكوره، وما تم من اجراءات خاصه بعوده الجماهير للملاعب وفي بعض المباريات وبعضها الاخر لا، والتنسيق للملاعب اللي تقام عليها المباريات، بالاضافه الى الضوابط التي تتبع في اقامه مثل هذه المباريات من حيث التذاكر، موضوعات البيع، النسب، موضوعات اتخاذ النادي صاحب الارض للاجراءات الخاصه بالتنسيق ما بينه وبين وزاره الداخليه وبين المكان اللي يقام عليه المباراه. هنشوف ايه الاجراءات اللي يجب اتباعها وايه اللي تم منها، ولو في اي خصوص هذه النواحي هنعرضه في اثناء العمل اللجنه اللي بتتقصى هذه الحقائق من خلال نادي الزمالك واتحاد كره القدم ومديرية الشباب والرياضة المعنية بموضوع التفتيش والرقابة على موضوع التذاكر. أما في الجانب الآخر والمهم جدا فيما يختص بالجانب البنائي والجانب الإجرائي فيما يختص بالأحداث، فده بتتولاه النيابة العامة والقضاء المصري الشامخ، ولا نتدخل فيه نهائيا. إذا الجزء جزئين مهمين، جزء إجرائي فيما يتعلق به الإدارة والتنظيم والمال والإجراءات الواجبة الاتباع، والجزء الآخر فيما يتعلق بالأحداث الجنائية التي تم. تمام، يعني الجزء الرياضي يتعلق بنادي الزمالك، اتحاد الكوره، مديريه الشباب والرياضه، والجزء الاخر هو الجزء الجنائي متعلق بان النيابه بتاخد مجراها او بتعرف بتحاول تجيب تفاصيل للموضوع. بس اللي انا عايز اساله، هل في الجزء الرياضي مش هيبقى فيه مثلا منكم من اللجنه المشكله دي قاعده مع الناس بتوع وزاره الداخليه بحيث ان انتوا تعرفوا ايه اللي حصل، مين اللي بدا، الجمهور اللي بدا، ولا هم اللي بقى، يعني تعرفوا الدنيا ماشيه ازاي؟ اعتقد ان ده وحضرتك فصلت ده في البدايه، ده هيبقى جزء في صميم عمل جهات التحقيق في النيابه وهي اللي بتقوم بيه. اما فيما يتعلق باللجنه المشكله من وزاره الرياضه، الاجراءات الواجبه الاتباع من قبل التعليمات الصادره بشان عوده الجماهير، ده جانب مهم جدا، وقد تلجا النيابه الى الاخذ به في فتره قادمه او ترى شيء اخر، فده هيبقى في نظرها. اما فيما يتعلق بالاجراءات واجبه الاتباع فده هيكون شان من وزاره الشباب والرياضه مع المديريه والنادي والاتحاد. تم بالفعل النهارده تم افاد اثنين من وكلاء الوزاره، الاستاذ محمود الحلو وكيل الوزاره للرقابه والمعايير، والاستاذ احمد صالح مدير مديريه الشباب والرياضه وكيل الوزاره في الجيزه لنادي الزمالك. كان في تعاون كبير جدا من اداره النادي واتحاد الكوره، وكان في تعاون كبير من اتحاد الكوره لكل المعطيات المطلوبه. وبكره ان شاء الله الصبح عندنا تقارير النادي وتقارير الاتحاد ستصل الى الوزاره مع المستشار رعب ناطي الدكتور اشرف صبحي وباقي اعضاء اللجنه لدراسه كل ما تم من اجراءات واجبه الاتباع قبل بدء المباراه. طب يعني انتوا المفترض ان اللجنه تتقصى الحقائق دي واخده وقت قد ايه؟ مهله قد ايه عشان خاطر يبقى كل حاجه واضحه قدامها؟ ما عندناش رفاهيه الوقت ولا واخده مده قد ايه، احنا بنعمل على مدار الساعه عشان نقدر ننفذ تقريرنا اول ما ننتهي منه. ما عندناش مده محدده، ما عندناش رفاهيه ان عندنا مده كبيره. يعني احنا لو ما كانش بكره او بعده في اعرف فرصه يكون موجود قرارات اللجنه وتوصياتها امام السيد الوزير. تمام، دكتور عماد البناني انا بشكرك شكرا جزيلا، المدير التنفيذي لوزاره الشباب والرياضه، وده كلام محترم، يعني كلام محترم اتقال بشكل كبير، ونتمنى ان اللجنه دي هي اللي تدينا الخيط او تقول لنا من الجانب الرياضي مين الغلطان، لان انا سردت امبارح وقلت مين المفترض كان ينظم، مين المفترض كان والتنظيم كان يبقى شكله عامل ازاي، مين المسؤول عن التنظيم، مين مخطئ، مين مش مخطئ. فاللجنه اعتقد برئاسه طبعا الدكتور اشرف صبحي وعضويه الدكتور عماد البناني، اعتقد ان هم هيعملوا بشكل كبير جدا، لان الموضوع كبير، الموضوع كبير ومش عايزينه يتكرر. فاعتقد ان هم لو ما خدوش العمليه بمحمل الجد، وان كان من نبره صوت الدكتور عماد انا شايف ان الدنيا فيها رايحه في حته جد، يعني هم واخدين الموضوع على عاتقهم بشكل كبير جدا، ان هم يوصلوا لنا خيط من الناحيه الرياضيه ان مين المتسبب في ان يحصل الهرج والمرج اللي احنا شفناه. اللي اتمناه منهم حاجه تانية اتمناها منهم، ان بعد ان شاء الله ما يوصلوا لنتائج ما يبقاش في حسابات، ما يبقاش في حسابات، المخطئ يتحمل نتيجه خطاه، لان في دم يا جماعه، اللي حصل فيه دم، اللي حصل مش فريق متظلم على فريق، ولا فريق خسر ثلاث نقاط، ولا فريق مش عارف ايه. فنقول لك اللي حصل دم، في ناس ماتت،
في ناس ماتت عشان مباراة كرة قدم، عشان تنظيم مباراة كرة قدم، والكل اجمع ان في مشكلة في التنظيم، في مشكلة في التنظيم. انها مين مسؤول عن التنظيم؟ اعتقد ان لجنة تقصي الحقائق من المكلفة من وزارة الشباب والرياضة هتقول لنا الموضوع او هتجاوب لنا على الموضوع ده. وقصة ان مفيش رفاهية الوقت دي حاجة محترمة جدا وحاجة كويسة جدا وانا بأيدها. احنا ما ينفعش البطء في تنفيذ العدالة ظلم، البطء في تنفيذ العدالة ظلم، مفيش كلام. طيب وزارة الرياضة برضو بتصرف 100,000 جنيه لأسر ضحايا الدفاع الجوي. قرر خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة صرف 100,000 جنيه لكل أسرة من أسر ضحايا مجزرة استاد الدفاع الجوي واللي أسفرت عن 19 شهيد من مشجعي أو 22 شهيد من مشجعي وايت نايس قبل انطلاق مباراة الزمالك وإنبي بالدوري. وزارة الرياضة بتخاطب الأمن لتحديد مصير الدوري. أجرى خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة اتصال هاتفي بمحمد إبراهيم وزير الداخلية لمعرفة إمكانية عودة الدوري مرة أخرى من عدمه. وانتظر عبد العزيز الرد الرسمي من الداخلية لإبلاغ اتحاد الكرة بالأمر. كان مجلس الوزراء كان أصدر قرار بتأجيل الدوري لأجل غير مسمى عقب مجزرة الدفاع الجوي. طب هو في نقطتين هنا في النقطة دي بعد إذنكم يا جماعة. النقطة الأولانية تتمثل في إن أنا مش عايز أقعد أخاطب في الناس والناس اصلا لسه ما تكونش يا جماعه. هو المشكله في ايه؟ المشكله ان جماهير مش واعيه وشرطه تعاملت في اللحظه دي ممكن بشكل رد فعل قوي. كان لازم يبقى في ذكاء اكتر من كده. وفي نفس الوقت يعني الدنيا دي يعني عايز اقول ان هي لازم يبقى في تنسيق قبل ما نتكلم في عوده او عدم عوده. لازم يبقى في تنسيق، لازم نعرف هل العوده دي هتبقى عوده بجماهير ولا عوده من غير جماهير. يعني ميعاد العوده مش هو الازمه، انما العوده هتبقى شكلها عامل ازاي هي دي المشكله. هي دي المشكله، انك ترجع امتى مش قصتنا. نتمنى ان نرجع في اسرع وقت، انما هنرجع بشكل عامل ازاي؟ ما احنا ممكن نرجع، ما احنا رجعنا بعد 3 سنين، ما احنا رجعنا بعد 3 سنين وناس ماتت برضو. رجعنا بعد 3 سنين وناس ماتت، عشان دايما كان الحوار ناقص حد، عشان دايما كان الحوار ناقص الناس اللي بتموت. الحوار دايما كان ناقص الناس اللي بتموت. الحوار كان فيه كل الاطراف الا الناس اللي بتموت. نتمنى ان القعده يزودوا فيها كرسي، نتمنى ان الاجتماع يزودوا فيه كرسي. الكرسي ده بتاع مين؟ الكرسي ده بتاع الجماهير. اقعدوا معاهم اسمعوهم، لو دماغهم شتى رجعوهم، لو ما بيعرفوش يفكروا علموهم، لو تعبانين في حياتهم ريحوهم. انا مش عارف، انا مش عارف اهرج ولا ما اهرجش ولا اتكلم جد. انا بتكلم بجد والله. يعني لو في مشكله يا جماعه عند الناس دي اقعدوا معاهم واسمعوهم. هو انتوا مش عمالين تقولوا الشباب 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 الشباب؟ ما هو شباب متحمس سخنان تعبان في دماغه، فكره متطرف. يبقى الحل اذبح واقتل وشفي، ولا الحل اقعد وحاول تتظبط وتخليهم يعرفوا يفكروا وترجعهم لرشدهم؟ ده انا بتكلم فيه. اللي ما يقبلش الحوار منهم مع السلامه يا حبيبي، وملكش غير القانون عشان ما حدش يفسر كلامي غلط. اللي ما يسمعش الكلام منهم مع السلامة يا حبيبي، وما تخشش معانا في الطابور. احنا ناس عايزين نكمل رياضة، عايزين كل واحد يعمل شغله. اللاعب يلعب، الاعلامي يتكلم، المدرب يشتغل، الجمهور يشجع، الامن يأمن. ده الطبيعي بتاع المنظومة الرياضية. هتخش تنخور مع السلامة، هتخش تخرب مع السلامة. مش مع السلامة تروح تعمل اللي انت عايزه، مع السلامة خليك تعالى بقى كده، تعالى لي في البوكس كده يا حبيبي، وخش بقى ايه في مساءله قانونيه. انما مش معنى ان واحد
خارج عن الصف او دماغه شتى. ما احنا برضو يا جماعة برضو لأ، انا عمال افكر الالتراس كل مشكلتهم ان هم يخشوا الاستاد من غير تذاكر، والشرطة لازم حد يخش بتذاكر. هي دي مشكلة تخلي حد يموت؟ ما نقعد نفكر بعقل، هي دي مشكلة تخلي حد يموت؟ واحد عايز يخش المدرج عشان يشجع كورة بس مش عايز يدفع تذاكر. هو انا لو رحت اخش السينما، لو انا راجل رايح داخل اخش عايز اخش السينما وببلطج ومش عايز ادفع تذكرة، بتوع الامن اللي واقفين على باب السينما يموتوني، ولا بتوع الامن يطلعوني برا، ولا بتوع الامن يسلموني البوليس، ولا بتوع الامن اللي واقفين يعملوا ايه؟ ما يعني لو تعديت عليهم، لو تعديت عليهم معلش انا متخلف عقليا، معلش انت الكبير، انت الكبير، انت اللي معاك السلطه، فتعالى خدني على البوكس كده وديني اتحاسب، اخد لي بقى سنه، اخد لي 6 شهور، بعديها بعد ما اتحبس اعرف ان الله حق، يبقى لما يبقى معايا تمن التذكره اقدر اروح الفيلم اللي انا عايزه. انا مش داعي ان انا اموت، ده مش داعي ان انا اموت. طبعا لكل اجل كتاب، انا ما بتكلمش فيه هم اللي مات كان هيموت، اللي مات كان هيموت ولو على فراشه، هي اسباب، انما انا بتكلم فيه ان يا جماعه بالله عليكم، بالله عليكم، مصر كلها ملهاش حديث من امبارح غير عن المباراه دي وعن ال 22 قتيل. ايه المشكله؟ المشكله ان الناس دي عايزه تخش الاستاد من غير ما يبقى معاها تذكره، والامن قال ممنوع الدخول الا بتذكره، حق الامن، والله حق الامن، وانا معترف بده. انما قنابل مسيله للدموع، ما هو برضو خلي بالكو، وغباء من الجمهور انه يبقى يحدف شمروخ على الامن، بجد حاجه تحزن، حاجه تحزن والله العظيم بجد. يعني ابني بيسالني وهو بيتفرج على الصور بتاعت الناس اللي ماتت، بيقول لي هم دول حراميه؟ قلت له لا دول مش حراميه، دول مشجعين كوره. ابني عنده 5 سنين وبيلعب كوره، انا ما عرفتش اكذب عليه، انا ما عرفتش اكذب عليه، ما عرفتش يعني. ف راح مسس مشجعين كوره، يعني اللي بيشجعوا في اللي بيقعدوا في الاستاد ماتوا ليه؟ كان فاكرهم مجرمين وكان فاكرهم حراميه. طب ابني ده بقى لو اتعقد مين بقى يعالجهولي؟ بجد والله لو ابني ما اتعقد من الكوره ومن المشجعين وقال لك والمنظر ده، وانتوا عارفين الواد صغيرين المناظر دي في دماغهم وخلاص هتثبت بقى في دماغه، لما يشوف بقى كده المشجعين الكوره دول يقول لي لا 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 ده في ناس بتموت. يا جماعه بجد ما فيش حاجه تستاهل ان في دم واحد يموت، مفيش حاجه تستاهل ان في دم واحد يموت، ان في دم واحد يزهق، ان في واحد يموت اصلا مفيش حاجه تستاهل. النبي عليه الصلاه والسلام، انا مش عارف التشبيه اللي اقوله ده في محله ولا مش في محله، بس انا عايز اخد المبدا العام. النبي عليه الصلاه والسلام لما كان واحد من الكفار بيموت كان بيتاثر، كان الصحابه بيسالوه عليه الصلاه والسلام يعني ده يعني انت زعلان ليه؟ على قال لك اليست نفس، يعني نفس، حرمه الدم، حرمه الدم، المخطئ عاقبه، افرمه، افرمه بالقانون، افرمه، اديله مؤبد.
اعمل قانون شغب غير طبيعي بره الاستاد وجوه الاستاد. اللي هيتنفس اللي هيتنفس ولا باللغه الدارجه اللي هيبق من الاخر كده اللي هيبق وهيحاول يعمل او يثير الشغب هيتفرم بالقانون. انا مش معناه انه يموت, مش معناه انه يموت. فاصل ونرجع نكمل. اهلا بحضراتكم مره اخرى. صدقه جاريه من لاعبي الزمالك لضحايا لقاء امبي. قرر اللاعبين من الفريق الاول نادي الزمالك جمع مبلغ 250,000 جنيه بواقع 10,000 جنيه من كل لاعب لفتح صدقه جاريه بمستشفى سرطان الاطفال 57357 لارواح ضحايا مباراه الزمالك وامبي باستاد الدفاع الجوي. وده كخطوه اولى من نادي الزمالك تجاه الضحايا عقوبه عده خطوات تعلن في حينها. بص بقى, في ناس عماله قاعده في الوقت اللي احنا بيحصل عندنا مشاكل وبيحصل عندنا ضحايا وبيحصل عندنا اضطرابات في التنظيم ومشاكل في التنظيم, في نفس الوقت دوت نادي في البرازيل بيفكر وبيجي له فكره وبيجي له خاطره في كيفيه الاستعانه بناس تنظم له او تامن له المباراه في الوقت اللي ما ينفعش فيه, او بالفكره اللي هم هيعملوها او عايزين يعملوها ما يحصلش فيه اي شغب او اي مشكله. نادي برازيلي بيستعين بامهات المشجعين في تنظيم المباريات منعا للشغب. اعلن نادي سبورت ريسيفي البرازيلي استخدامه لفكره جديده من اجل الحفاظ على الهدوء والاستقرار خلال مباراته مع عدوه التاريخي نادي نويتكو, عبر تعيين عدد من امهات المشجعين للعمل كحارسات امن اثناء المباراه وتنظيم دخول الجماهير للملعب. وحسبما افادت صحيفه مترو الانجليزيه فان النادي قرر تعيين نحو 30 سيده لتامين المباراه التي تعد واحدة من أكثر المباريات المثيرة للتوتر في البرازيل. وتعاون نادي سبورت ريسيفي ده مع وكالة دعائية لتسليط الضوء على الحدث, حيث أعلن حضور الأمهات من خلال عرض صورهن على شاشة الملعب الكبيرة قبل بداية المباراة التي انتهت بفوز نادي سبورت ريسيفي البرازيلي بهدف نظيف. وتلقت الامهات تدريبا مماثلا للذي يناله مسؤول الامن والمتطوعون قبل المباريات, ونتج عن تواجدهن تاثير ايجابي واضح على المدرجات التي لم تشهد اي اعمال شغب, علما بانهن كن من ضمن سلطتهم طرد المشاغبين من المدرجات. وتسمى مواجهه ريسيفي نويتكو في البرازيل باسم كلاسيكو الكلاسيكيات, ويعود تاسيس نادي ريسيفي الى بعض المشاحنات بين جماهير نوتيكو في مطلع القرن الماضي مما دفع بعض المشجعين للانفصال عنه وتكوين ناديهم الخاص سبورت ريسيفي عام 1905. انا ما بقولش ان ام المشجعين تروح تامن هنا في مصر, ما قلتش دي, مع ان اكيد هيبقى في احترام. يعني هم الناس عملوا القصه دي عشان هم ناس محترمه ثقافتهم. ارجع للنقطه اللي قالها كابتن طارق العاشر وهي السلوك. مشكله في السلوك, سيبك من في مشكله في التنظيم, انما دي مشكله ازليه هنفضل فيها عمرنا ما هنتغير, عمرنا ما هنتغير. اتفرجوا على اي حاجه مش 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 في الواقع الرياضي بس, اتفرج على اي مؤتمر سياسي مثلا في التوك شو السياسي اللي بنشوفه, اتفرج على اي حاجه هتلاقي اللي بيتكلم في المؤتمر واللي ماشي وراه 40 واحد, اللي بيشرب سيجاره واقف وراه, اللي مش عارف ايه, حاجات ما بنشوفهاش في لما بنتفرج على محطات اوروبيه. ما عمرنا ما شفنا الكلام ده. تلاقي المايكات يعني اللي بيتكلم من ورا النقاط مش باين مين ده اصلا, يعني مين ده, انت مين حضرتك, الا لو شاب, لو شاب كده تعرف ده مين, انما لو ما شبش بص هتلاقي المايكات كلها هنا اهو, ده برضو مش موجود. حاجات كتير هتلاقيها يعني في حاجات في التنظيم ما هي مش موجوده. اقول لكم على قصه تنظيم مباريات وانا محترف في جراتس النمساوي. في مقر للنادي وفي اوضه, الاوضه دي اوضه المبيعات او السيلز زي ما بيقولوا, اللي بتبيع التذاكر, منفذ بيع جوه النادي. اللي حصل كالاتي بالظبط. كان في مباراه الكلاسيكو بتاع جراتس. جراتس دي محافظه زي محافظه اسماعيليه مثلا, محافظه صلاحليه هناك. ف جراتس دي فيها فرقه اسمها جراتس الجاية كا اللي انا كنت بلعب فيها, وفي فرقه ثانيه اسمها شتورم جراتس. ده الديربي, ده الكلاسيكو اللي ما بينهم.
فانا قاعد قبل الماتش بيوم في الاوضه بتاعه المبيعات، قاعد مع اصحابي هناك، اصحابي الموظفين مش اصحابي اللعيبه، اصحابي الموظفين بحكم ان انا كنت راجل مختلف فبقعد في النادي اكتر من اي حد من اللعيبه المقيمين او اللعيبه النمساويين يعني. فقاعد، فدخل ابو وزوجته واثنين من اولاده دخلوا هناك، عاملين بقى زي شاشه كبيره كده، شاشه كبيره قوي كده شكل الاستاد بالمدرج زي شاشه السينما، لما انت بتروح كده تروح على باب السينما تقول للست بتاعت السينما ولا الراجل اللي بياخد منك تذاكر بيطلع لك تذاكر يقول لك انت عايز تقعد فين، تقول له الشاشه فين، يروح مشاور لك تختار المكان بتاعك تخش تقعد. ده نظام، ده نظام. هناك نفس القصه، الشاشه كبيره فيها الاستاد فيها الاماكن بتاعتك، بتاخد التذكره بالاماكن. الراجل راح سال البنات ولاده، البنت بنته والولد ابنه ومراته، تحبوا نقعد فين، راحوا مختارين المكان. طيب كل مكان ليه رقم، كل مكان ليه سعر، لان انت هنا بتبقى قريب شويه من المدرج او من اللعيبه بتبعد شويه، كل حاجه ليها محسوبه. خدوا التذكره وزي الفل. المهم انا عمال اسمع بقى عن المباراه دي، وخلي بالك ومباراه كبيره والمباراه العالميه والمباراه العبقريه والجرايد. انا طبعا بشوف بقى صورنا في الجرايد، انا مش فاهم حاجه، كلام كله الماني بس مش فاهم حاجه. فالمهم دخلنا الاستاد، المباراه الساعه 6، فاحنا دخلنا الاستاد على الساعه 4. انا طبعا بحكم الكوره بحكم خبرتي في مصر، لو المباراه دي اهلي وزمالك الاستاد بيبقى متقفل من الساعه 1، لو المباراه الساعه 6 او هتلاقي الناس راحة بالسندوتشات بتاعتها وواقفين من الساعه 10 الصبح قدام الاستاد، ده بقى عرفنا يعني. المهم يا باشا دخلت الملعب الساعه 4، مفيش صريخ ابن يومين، 4:30 مفيش صريخ ابن يومين، نزلنا نسخن الساعة 5:05 كده، مش عارف 5:30 الا 5، مفيش حد خالص. رحت مميل كده على ناس معايا في الفرقة قلت لهم هو ده الديربي بجد؟ راحوا بصوا لي كده قالوا لي اه. قلت لهم امال فين الجمهور؟ فواحد منهم راح قال لي، راح بص على ساعة الاستاد لقاها الساعة 5:30 و5، فبيقول لي انت عايز الجمهور دلوقتي ليه؟ قلت له الماتش كمان 25 دقيقة. فقال لي لا الجمهور كمان شوية مش دلوقتي. هم خلصت تسخين، في أعداد بقى صغيرة خالص بتخش يعني، مش الأعداد المهولة يعني، مش الديربي يعني اللي أنا متوقعه وقت الدنيا متقفلة. فخلاص خلصنا التسخين، دخلنا أوضة اللبس، طلعنا من أوضة اللبس 6:50 داخلين على الملعب، الملعب متقفل متقفل، كل واحد عارف هو داخل فين، كرسي الكرسي بتاعه شكله عامل ازاي، مفيش حد يقدر يخش على الكرسي اللي جنبه، ممنوع ممنوع. كانوا بيدونا للعيبه بقى، النادي بيديك تذكره موسميه او اسمه ابونيه وائل ولا اسمه ايه، ابونيه، زي تذكره كده زي كارنيه، ده مكانك في المقصوره، مكانك مستحيل حد يقرب منه، لان لو مصاب او لو عندك انذارين او لو مش عارف ايه تطلع تقعد في المباراه اللي انت هتبقى بره السكور، عندك مكانك محدش يقدر يعتبه، محدش يقدر يعتبه. فانا كنت بشيك على مكاني، ببقى عارف مكاني فين ومش عارف ايه وبتاع، وانا تحت في الملعب ببص كده على مكاني اطمن اشوف كده مكاني في حد جه جنبه ولا محدش جه جنبه. كرسيين كانوا بيدوك كرسيين انت وزوجتك او انت وحد معاك، ولا حد بيقرب منه من المكان بتاعك. فبقول لكم دخلت 6:50 لقيت الملعب متقفل. خلصنا الماتش بعديها ب10 دقايق الملعب هص هص. ده نظام، ده نظام عمرنا ما هنشوفه عندنا. انا مش متشائم، انما عشان السلوكيات ضايعه، عشان السلوكيات ضايعه فهيبقى التنظيم صعب. لو بقى في اخلاق هيبقى التنظيم سهل، هيبقى في تعاون وتعامل، هتبقى الدنيا ما فيهاش اي مشكله. كنت مع احد الاصدقاء النهارده فبيقول لي احنا لما كنا بنخش استاد القاهره، راجل كبير في السن يعني، فبيقول لي احنا لما كنا بنخش الاستاد يمكن انت ما كنتش تعرف الكلام ده لانك ما دخلتش الاستاد زينا زي جمهور الدرجه الثالثه والثانيه،
هو ما كانش يعرف ان انا كنت بخش الاستاد زمان يعني. المهم فانا طبعا عشت في الدور قوي بقى ان انا فرحان يعني ما بخش الاستاد بخش من المقصوره وبتاع. المهم فقال لي كنا بنعدي من بوابه ونتفتش ونعدي من اللي بعديها ونتفتش ونعدي من اللي بعديها ونتفتش ما عندناش مشكله خالص. ايه المشكله يعني ان احنا نتفتش واحنا داخلين؟ المشكله نعدي على 3 4 بوابات. ما كان في زحمه وكان في دنيا انما كان في تعاون. ما كانش عندنا مشكله. لا الشرطه كانت بتتجاوز في حقنا ولا احنا كنا بنتجاوز في حق الشرطه. وده كلام المفترض ان احنا نطبقه دلوقتي. هنقعد نتكلم في لوائح، هنقعد نتكلم في قوانين، هنقعد نتكلم في الجن الازرق، هنقعد نتكلم في اجتماعات، هنقعد نتكلم في تنسيق، هنقعد نتكلم في حوارات. كل الكلام ده حقكم، وان يبقى عندنا سلوك واخلاق عشان نعرف نتعامل مع بعض. كون تاني خالص، كون تاني خالص. خلونا ناخد طبعا ناقدنا الرياضي الكابتن حسن المستكاوي. ازيك يا كابتن حسن؟ اهلا اهلا، ازيك؟ الحمد لله. كابتن حسن، رؤيتك للاحداث وتوقعك للاحداث المقبله كمان. معلش طبعا انا يعني اللي انا هقوله قلته قبل كده وكتبته ورايي واضح ومعروف، لان بمنتهى الاسف والاسى اللي حصل. ومش منتهى الاسف والاسى، بس انا غضبان جدا. غضبان لان الغضب شديد، لان دي ماساه ثانيه تتكرر بسوء تقدير للموقف. وانا كنت في استوديو وما اعرفش اللي حصل قبل المباراه، وما اعرفش ان كان في وفيات. وانا لو اعرف ان في هذا الشغب وهذا الحجم من الاشتباك كنت طالبت بما يلي: الا تقام المباراه، وان يعلن الزمالك وانفي عدم المشاركه وعدم اقامه المباراه. تمام. او ان يعلن الزمالك انسحابه من المباراه. وانا طول عمري ضد كلمه الانسحاب، ولكن في هذه الحاله كنت سأؤيد الزمالك في انسحابه 100%، وادعو الى تاجيل اللقاء لاجل بعيد. الكلام ده بافتراض ان مفيش وفيات، انا بتكلم ان انا اعرف ان في اشتباك. للاسف لم اعلم ان هناك اشتباكات بهذه الصوره اللي انا عرفتها فيما بعد. ده موقفي انا، شاعر بالاسف والغضب. لكن ده مش معناه بقى، يعني انا الحقيقه برضه قلت الكلام ده، المجتمع الكوره يعني غضبان جدا طبعا، وانا غضبان عشان في وفيات وفي جرحى وفي مش ممكن هذا يعني هذه المأساة اللي احنا بنعيشها كل شويه. لكن انا كمان غضبان لان في 30 و40 100 مصري بيموتوا كل يوم في حوادث عربيات وقطارات وعربيات نقل، وناس بتحس شويه بتسوق، واعمار بتروح وشباب بيروح، وبرضه المجتمع بتاعنا مش مهتم. يعني هي القضيه عشان الكوره، يعني سجاده الكوره بكرر، وانا بتاع كوره ترز في الكوره، سجاده الحكايه كده. ما في مجتمع، في ناس، في مآسي كتيره في المجتمع، في حوادث. احنا بنفقد 14,000 مصري بيموتوا كل سنه بسبب السواق، الحشاشين اللي بيسوقوا. هو ده مش محتاج غضب من المجتمع زي غضب نفس المجتمع عشان مباراه كوره وناس ماتت؟ انا غضبان عشان اللي ماتوا، ويعني ربنا يرحمهم ويرحم الجميع. لكن انا غضبان كمان لان انا شايف ان المجتمع لو حصلت حادثه الفنان الدنيا بتقوم، لو حصلت حادثه لعيب كوره الدنيا بتقوم، ولما يموت 100 مصري الدنيا ما بتقومش، ولما مات 1500 مصري تعب بره لعبنا الماتش سيمي فاينل بتاع كاس الامم الافريقيه، وكان في 100,000 متفرج في الاستاد، ولم تمثلين. هو ده ما يستاهلش ان انا ابقى غضبان النهارده كمان لما في 1500 مصري غرقوا وماتوا في عباره، والدنيا مشيت واتلعبت المباراه، ومحدش في المجتمع بتاع الكوره نفسه ما عملش حاجه، ما عملش هذا الموقف النبيل والغاضب والطبيعي والمنطقي. انا غضبان عشان حاجات كتيره جدا، غضبان لان احنا الحقيقه يعني ليه الارض يقتحم؟ ليه العند؟ مين اللي عمل القفص اللي دخل في الناس؟ ايه الذل والهوان اللي احنا بنشوفه كجمهور عشان ندخل ملعب كوره؟ اي ملعب، مش ده بس، اي ملعب. هو ده ما يستاهلش الغضب؟ بلاش. قبل كارثه بورسعيد مش كان فيه ذل ومذله وهوان في دخول
الاستاد والخروج من الاستاد مش ده كان موجود؟ طبعا. ليه نفضل نقبل ده؟ ليه ما نتغيرش؟ ليه الدراسه اللي اتقدمت لاتحاد الكوره بعد كارثه بورسعيد ما تحدش اخذ بيها دراسه الامن والسلامه في ملاعب الكوره؟ ليه اتحطت في الادراج؟ ليه احنا بنبقى تنادله ومش بنتحرك الا بعد المصيبه؟ ده كلام مكرر متعاد في كل حادثه وفي كل موقف. بصراحه حاجه تقرف، بصراحه بصراحه دي حاجه تقرف. مش معقول التنبله دي ومش معقول هذا الاستهتار بحياه الناس. مش ممكن ومش معقول سوء تقدير الموقف ومش معقول القفص الحديد اللي دخل منه الجمهور ومش معقول الاشتباك والتامين قبل وقدام الاستاد مباشره ومش معقول انتوا مش عارفين ان هيبقى في اقتحام وما ينفعش يبقى في اقتحام ولازم الناس تحترم النظام واللي مش بيحترم النظام النتيجه هي هذه المأساة. لغاية امتى هيبقى في مأساة؟ ده رأيي في اللي حصل، رأيي في اللي الذي يجب ان يحدث. طب خليني بس يا كابتن حسن، كابتن حسن اخد رأيك بس يعني اسأل حضرتك في رأي حضرتك. طبعا كلام محترم جدا، ولكن مين المسؤول عن التنبلة اللي حضرتك بتتكلم عليها؟ مين المسؤول ان هو وصلنا للتنبلة دي؟ التنبلة دي قديمة جدا، وعشان تفوق منها عايز سنين زي ما فاتت سنين التنبلة. اوعى تفتكر ان لما يبقى في فساد في بلد، ها؟ خلي بالك ان الفساد مش زينا من مالية بس. لا، الجهل فساد، والأسوأ لما يبقى الجاهل كمان مسؤول ويدير وبياخذ قرارات. الجاهل والفاسد اخطر من فساد الذمه الماليه، لانه قراراته بتؤدي احيانا الى مآسي والى حياه مؤسفه والى حياه ناس بتروح. اهو الحرامي اهو بيسرق وخلاص، بيسرق فلوسنا مش مهم. لكن الجاهل ويدير وهو جاهل ده بيسرق الناس في حياتهم، بيسرق حياه الناس. تظهر الفلوس ماشي، لكن مش تظهر حياه الناس. طيب الفتره اللي جايه، الفتره اللي جايه اللي عايز يوقف الكوره يوقف المسرح والسينما والقطارات والمترو والمدارس والجامعات، لان الخونه بيحطوا قنابل وممكن يعرضوا ليه يموتوا، مش كده؟ اذا كان هنقف قدام ده يبقى مفيش ولا عربية نقل ولا ميكروباص يمشي في الشارع، عشان ده بيسبب تموت بني ادمين. إذا عملتوا ده أنا موافق، الكورة تقف بكرة. لو هتقدروا ولا ليه؟ عشان الكورة ولا عشان المتحزقين اللي يقول لك دي كورة؟ يعني إيه كورة؟ يا كورة دي يا أخويا صناعة وناس ترويح وناس والعالم الأجنبي اللي هو أكثر إنسانية منا مر بمآسي زي دي ومر بحوادث زي دي، وكان في جثث في الملعب واتلعبت المباراه اللي ناسي افكره استاد ياسين، مباراه ليفربول ويوفنتوس اتلعبت المباراه، لكن العقاب كان شديد جدا على اللي عمل الجريمه. واللي بيقول لي حوار مع الالتراس انا موافق، وانا بقى النهارده بقول لك لن يتحور الالتراس مع اي انسان في مصر الا لما يشوف المسؤول عن هذه الكارثه وهو معاقب، وانا معاهم في ده 100%. واضح كلامي؟ واضح يا كابتن. بس كده. طيب اسالك بعد اذنك، حادثه بورسعيد وعدم وجود جاني ليها لغايه دلوقتي ده ممكن انا مش هتكلم في حاجه قدام القضاء، انا مش عايز اعمل زي الناس كلها يقول لك انا مش هتكلم في القضاء وبعدين اقعد افتي في شغل القضاء. انا الحقيقه بضحك على الاساتذه الخبراء الاستراتيجيين والخبراء الامنيين والخبراء الرياضيين اللي بيطلعوا في برامج وكل حاجه يقول لك لا احكام القضاء لا تعليق عليها، بعدين يدينا محاضره في القضاء. انا لو اعلق على مساله قائد التحقيق. انا كمان اللي مضايقني بالمناسبه يا وائل ان في كل ازمه مفيش حد مسؤول بيطلع يدينا بريفنج على اللي بيحصل. مفيش حد بيتكلمنا. يا اخي ما حاجه غريبه جدا، هو الناس يعني مش كفايه. كابتن حسن انا قلت قبل المداخله مع حضرتك
قلت المسؤولين دلوقتي في مصر لما يبقى في انجاز او حاجه حلوه كله بيتصدر المشهد وكله عايز يتصور، لما يبقى في حاجه لا قدر الله حادثه اخفاق اي حاجه التليفونات بتتقفل وبيديك ظهره ولا كانه موجود. انا اللي بطلبه مش حد يقول لي مين متهم ومين مسؤول، انا عايز بريفنج بس حد يطلع مسؤول لانه هيتحمل المسؤوليه بدل الافلام والفيديوهات اللي عماله كل شويه تنزل على النت دي، واحد يطلع لنا الحقيقه بصفته مسؤول اللي حصل كذا، الساعه كذا، الجمهور كذا، الغاز اتسمى كذا، القفص الحديدي ده اللي عمله فلان اللي عمله عمله عشان كذا، واحنا بنحقق والنائب العام بيحقق وستعلن النتائج فورا انتهى التحقيق. رئيس امريكا بيعمل كده، رئيس بريطانيا رئيس الوزراء البريطاني بيعمل كده، اي وزير في اي دوله بيعمل كده، ده ما بيحصلش عندنا. لا يوم العباره ما غرقت ولا يوم حادث اي قطار ولا النهارده في ماتشات الكوره ولا يوم حادث بورسعيد. وعلى فكره نرجع للتذكير مع الاستاذه منى الشاذلي بعد مساء ليله حادث بورسعيد، انا قلت نفس الكلام ده، قلت انا عايز رئيس الوزراء يطلع دلوقتي يتكلم يقول لي بريفنج على اللي حصل في بورسعيد. طلع بس بعد 48 ساعه ولا 72 ساعه. مش معقول، مش معقول، احنا زهقنا، احنا زهقنا، احنا زهقنا من حاجات بنتكلم فيها. مش بقول اكتب حاجه من 20 سنه على الذل والهوان الدخول والخروج من الاستاد، وما زال هذا الذل والهوان قائما حتى الان. مش معقول، ومش هقول ما حدش كمان يقول لي الامن هو اللي بيعمل كده، بس مش في ناس بتدير الكوره في مصر؟ مش ناس هي اللي بتعمل الملاعب وبتصلحها؟ مش في ناس بتعمل 40 باب للاستاد عشان الناس تدخل منه؟ هو كل مره الناس تدخل الملاعب كانها قطيعه. لا يا اخي، لا يا اخي، انت تقول لي غضبان؟ انا طبعا غضبان، انا مش غضبان، انا في حاله غضب لا يمكن ان اوصفها على الاطلاق. كابتن حسن المستكاوي ناقدنا الرياضي، انا بشكرك شكرا جزيلا. يعني انا كنت متفائل قبل، مش متفائل، كنت متشائم قبل المداخله، ولكن ازداد تشاؤمي، لان كل الكلام اللي اتكلمه كابتن حسن كلام محترم جدا، كلام صحيح جدا. ذل وهوان، فعلا ذل وهوان، يعني دخول الاستاد فيه ذل وهوان، منظر الناس وهي بتخش الاستاد ذل وهوان، ما بقاش فيه البهجه، ما بقاش فيه الفرحه ان انا راح اتفرج على مباراه. بقى شكل 2006 في امم افريقيا في القاهره اللي فيه بنات وفيه عائلات، الشكل ده اعتقد صعب قوي يبقى متواجد تاني في الاستاد، صعب قوي، صعب قوي في ظل ان خلاص بقى في تخوين، بقى في كلام كتير، بقى في عدم ادميه في التعامل، عدم احترام ما بين الاطراف كلها، سلوكيات ضايعه. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. حط لوائح، حط لوائح، حط نظام، حط نظام، حط سيستم، حط سيستم. وان كنت اشك في ان ده يتحط اصلا، مفيش حاجه من دي هتتحط، مفيش حاجه من دي هتتحط، لان اللي بيدير اول حاجه عملها في القضيه قال لك انا ماليش دعوه، مش انا، اول حاجه عملها في القضيه قال لك مش انا، انا ماليش دعوه، ما هم اللي قالوا لي، ده اول حاجه عملها في القضيه. يبقى نتغير ازاي؟ نتغير ازاي لما يبقى جمهور عقيدته وفكره انه يخش من غير المدرج بتاعي، ده ملكي مش هخش بفلوس. نتغير ازاي لما يبقى في امن مش عارف يجيد التعامل مع ناس متحمسين مزودينها شويه، مزودينها شويه، شويتين، عشرة. نتغير ازاي ولا نتغير ازاي ولا نتغير ازاي؟ اطلع فاصل. اهلا بحقكم مرة اخرى، رجعنا لكم بعد الفاصل.
طيب مجموعه من الاخبار كده والاخبار الخفيفه يعني نطلع بره المود ده شويه عشان هنرجع له تاني يعني لا محاله ولا مفر من المود المنيل اللي احنا عايشينه في الرياضه المصريه دلوقتي. لما خلونا نتكلم على بعض الاخبار. مساعد فيريرا الثالث بيصل القاهره. وصل القاهره اليوم البرتغالي بيدرو انطونيو المساعد الثالث لفيريرا المدير الفني لنادي الزمالك لبدء مهام عمله مع الجهاز الفني، حيث يختص انطونيو بعمل قياسات بدنيه وفنيه للاعب الفريق وتقديم تقرير شامل عنهم للمدير الفني لمعالجه اي قصور في اداء اي لاعب. كوفي بيتاسف لجماهير الزمالك. بصوا يا جماعه بس عشان في اللي انا قلته اللي فات ده القياسات البدنيه والفنيه وتقديم تقرير شامل للمدير الفني لمعالجه اي قصور ده مش كلام كفته. يعني عشان بس ايه الفتي كتير ويقول لك بتزودوا عدد الجهاز الفني ليه؟ لا ده مهم جدا. ده الراجل ده مهم يبقى موجود في الـ 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 الجهاز الفني. الراجل بتاع تحليل اداء اللاعبين فنيا ده مهم جدا. تقطيع فيديو للعيبه تمرينه مش عارف الايه ده مهم جدا. ده مهم جدا. فعشان بس الناس اللي تقعد تفتي كتير. كوفي بيتاسف لجماهير الزمالك. عبر محمد كوفي لاعب فريق الزمالك عن حزنه الشديد على سقوط عدد من مشجعي الفريق ضحايا على خلفيه الاشتباكات اللي حدثت بينهم وبين قوات الامن، وكان اكثر من 22 شخص من مشجعي الزمالك لقوا ربهم قبل انطلاق مباراه الزمالك امام نظيره امبي في اللقاء اللي جمع بينهم في الجوله العشرين من الدوري الممتاز. كتب كوفي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: انا اسف لجماهير الزمالك وبالتحديد لابطالنا اللي ماتوا من ساعه لما عرفت الخبر وانا تعبان. لما زمايلنا في الفريق عرفوني انا ومعروف بالاحداث. واضاف: انا ببكي من وقتها ومش عارف اغمض عيني لدقيقه حتى الان، ولكن في الحقيقه قبل الماتش صمم جميع لاعبي الفريق على القتال من اجل تحقيق الفوز حتى نظل في مقدمه جدول الترتيب ونسعد جماهيرنا. واليوم انا تلقيت العديد من الرسائل من جانب عدد من الاشخاص والذين تساءلوا خلالها حول معرفه لاعبي الزمالك الاحداث قبل المباراه من عدمه، ولكني اخبرتهم انهم لو كانوا على علم بشيء اخبروني انا ومعروف. وتابع: لو كان عمر جابر عرف عن موت الجماهير قبل المباراه لماذا لم يخبرنا في غرفه خلع الملابس؟ لكنه لم يقل شيء. انا اعتقدت ان هو تعبان من الغاز اللي اطلقه الامن، ولكن اليوم انا سمعت ان عمر اخبر الجميع انه اخطرنا بالحادث، لكن هذا غير حقيقي. انا لاعب اجنبي وبشتغل من اجل الزمالك وبحترم جماهيره زي ما هم بيحترموني، ولكني لم اكن اعلم شيء عن الاشتباكات بين الالتراس والامن. واختتم قائلا: انا بصلي من اجل الشهداء وبدعي ربنا انه يتقبلهم في الجنة ان شاء الله. انا لله وانا اليه راجعون. بما اننا قلنا انا لله وانا اليه راجعون، وفاة زوجة نجم الزمالك كابتن محمود ابو رجيلة. توفيت الى رحمة الله تعالى زوجة نجم الزمالك في الستينات كابتن محمود ابو رجيلة ووالدة رحاب ابو رجيلة عضو مجلس ادارة نادي الزمالك اليوم الثلاثاء. ومن المقرر اداء صلاة الجنازة على والدة عضو مجلس ادارة نادي الزمالك بكرة الاربع بعد صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة. كابتن ابو رجيلة ده من الشخصيات المحترمة جدا يا جماعة في الوسط، جدا انا بتكلم بجد بمنتهى الامانة. كابتن ابو رجيلة راجل زملكاوي محترم بمعنى كلمة زملكاوي محترم. البقاء لله طبعا كابتن ابو رجيلة وفي الجنة باذن الله. وانا اللي انا عرفته ان هي زوجة حضرتك كان بقالها حوالي 6 سنين أو 7 سنين بتصارع مع المرض، مرض السرطان اللعين. اكيد ربنا رحمها برحمته وربنا ان شاء الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها فسيح جناته. كابتن ابو رجيلة حصل ما بيني وبينه اول موقف يحصل ما بيني وبين كابتن ابو رجيلة كان موقف غريب جدا بالنسبه لي جدا. كان عندنا مباراه، انا كنت في الاهلي وكان عندنا مباراه مع النادي المصري البورسعيدي في بورسعيد، وكسبنا المباراه دي 2 وانا لعبت وكنت الحمد لله مميز جدا في المباراه. فوانا في الاتوبيس واحنا راجعين كابتن عماد اليماني المدير الاداري في النادي الاهلي لقيته يعني بيناديني. انا كنت قاعد في الاتوبيس ورا فلقيته بيناديني: يا شيدوس يا شيدوس. فرحت له فبيقول لي: خد في تليفون. فقلت له: مين؟ فقال لي: كابتن ابو رجيلة. كابتن ابو رجيلة الزمالك عايزني وانا في اتوبيس الاهلي وانا لاعب في الاهلي كده علني؟ ماشي. رحت واخد السماعه: يا كابتن ابو رجيلة. فقال لي: يا وائل انت من احسن اللعيبه اللي جت مصر. يا وائل انت لعيب بمعنى كلمه لعيب، انت لعيب بتلعب بدماغك. المهم بعض الاشادات انا وشي احمر جدا من كتر ما هو بيكلمني وبيشيد بيا: كابتن ابو رجيلة مدرب الزمالك بيشيد بيا لاعب الاهلي كده. فالموقف ده عمري ما هنساه لكابتن ابو رجيلة، انه
وما كنتش اتكلمت معاه قبل كده، وانا كنت اعرفه طبعا وبتفرج عليه، انما اول مكالمه ما بيني وبين كابتن ابو رجيله يروح قايل لي انت لعيب كويس، انت لعيب هايل، وهو مدرب الزمالك وانا لاعب في الاهلي، دي كانت حاجه معلمه معايا. وبعد كده امتدت العلاقه واصبح من الناس المقربه جدا ليا، لانه فعلا زي ما قلت لكم الصفه المهمه جدا اللي في كابتن ابو رجيله، سيبك ان هو كان لاعب كويس، سيبك ان هو كان مدرب عظيم، سيبك من الكلام ده كله، هو انسان محترم في الاول وفي الاخر. بقدم له كل التعازي في وفاه زوجته. كابتن ابو رجيله ازيك؟ ازيك يا وائل، ازي حضرتك حبيبي؟ انت تستاهل كل خير، تستاهل كل خير من يوم ما بدات وانت صغير وانت كبير، وانت راجل محترم، والكلام اللي انت اللي قلته على نفسك ده كلام صغير جدا والله. الحمد لله العشره اللي بيننا وبين بعضينا في الاخر بتدوم. شوف بعد كام سنه انا قلت لك الكلام ده وانت ما زال في 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 دماغك وقلبك وصدرك. ولازم نبقى كلنا كده، ان احنا يعني الماتشات دي ساعه ولا ساعتين، لكن لازم نبقى طول عمرنا كده. لغايه دلوقتي الكابتن عادل هيكل بيكلمني، وكابتن طه اسماعيل بيكلمني، واحمد ناجي بيكلمني، وانت بتكلمني، يعني اسره كره القدم كلنا مهما حدث، مهما حد دخل فينا، لا يمكن في يوم من الايام ان احنا نكره بعضينا، احنا لازم نحب بعض، الكبير بالصغير. وانت اللي انا قلت لك ده كان قليل عليك يا ربنا يخليك كابتن ابو رجيله. طبعا البقاء لله كابتن ابو رجيله في وفاه زوجه حضرتك، الحمد لله، يعني انا عارف ان هي بقى لها فتره بتصارع مع المرض. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. والله انا قاعد في البيت يا وائل ومصليه الظهر معايا، وقالت لي حمام شويه، وبعد كده شويه دخلت اصحي لقيتها بعد كده عند الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين. بقى لنا كتير بنصارع في المرض الثقيل السخيف اللي دخل بيوت كل واحد فينا، يا رب بحقها النبي يشفي كل مريض. واللي شافته مدامتي ولادي واهلي واصحابي في الموضوع ده، احنا بقى لنا كتير واحنا مش عارفين نعمل ايه، ونسيبك من دواء الدكاتره وفلوس وصحه لكن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله واقفين على رجلينا، والحمد لله حبايبنا زيك واخواتك واللي اكبر منك من المدربين واللاعبين. الواحد من رياضياته من السعوديه ومن اليمن ومن قطر ومن الامارات، وما فيش حته في الواحد اشتغل فيها الا لما اصحابه كلموه. في الاخر يعني رساله، وان لازم كل واحد فينا يعمل لاخرته قبل ما يعمل لبدايته يعني. وكتر خيرك على المقدمه وشاكر فضلك. لا يا كابتن، ده حق حضرتك، ويعني كل الناس اللي كلمت حضرتك دول من حبهم في حضرتك ومن سمت حضرتك معاهم ومن احترامك في المجال ومن من خدماتك كفايه الجمعيه اللي بتحاول تقدم خدمه لكل واحد رياضي. الزمن مش عايز اقول جه عليه شويه، ولكن هي 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 دايره بتدور شويه، انت فوق مره واحنا تحت مره، وهي الدنيا كده يا كابتن ابو رجيله. يا ولادك من 25 ل 30 في اليوم 90 اسره بتروح فلوسها لغاية عندها في 5 أيام، والله من 25 ل 30 في الشهر فلوسهم بتروح لعندهم، وحاجات بسيطة 300 جنيه، لكن الناس محتاجاها، الناس محتاجاها. لكن في الآخر زي ما أنت قلت الحمد لله رب العالمين إن إحنا نقدر نعمل لإخواتنا، ويا رب يدينا الصحة. بس الواحد الحاجة اللي بتصعب عليه الدنيا الفروق يا كابتن، الفروق طبعا صعب، لكن ربنا سبحانه وتعالى مدينا على النسيان ومدينا الصبر، وربنا يقوينا بحق جنابه ويكرمنا ويخلي اخواتنا اللي زي كده يتكلموا علينا ونتكلم عليهم، ونسيبنا من المشاغبات والخناقات، ونفضل نحب بعض ونساعد بعض للخير يا رب. ده اللي انا عايز اسالك عليه يا كابتن ابو رجيله، معلش اعذرني بس انا لازم، يعني انت من الناس الحكماء اللي موجودين في الوسط الرياضي، من الناس اللي عليها اتفاق، ما عليكش اختلاف من جماهير اهلي او جماهير زمالك. كابتن ابو رجيله اللي احنا وصلنا له من دم عشان خاطر دخول مباراه، ده انت شايفه بعينيك ايه؟ انا شايف ان احنا تجاوزنا الخطوط مع كل حاجه، وفي الاخر حست الناس ديت من كلمه ارهاب ان هم فعلا ارهابيين. فيهم ناس صحابنا واخواتنا، الماتش اللي فات دوت ابني انت عارف انه عضو مجلس اداره، ده التذاكر اداها لاحفادي، والتذاكر دي كانت في المقصوره، سابوا المقصوره وراحوا قعدوا مع لوايه نايس عشان بيغنوا ويطبلوا ويعملوا. وبعدين لما حصلت المشكله جت هنا، احنا لازم كلنا اهل وزمالك وداخليه وبتاع نقعد بقى مع ناس، ده الوقت اللي احنا كلنا نسامح بعض فيه. صح. عشان خاطر في حاجه دوله اسمها دوله مصر في اصعب مراحلها،
النهارده في زياره الراجل اللي اسمه بيتو، وكان من قيمه اسبوع كان في خلاف كبير جدا بين الخليج ومصر، وكمان اسبوعين ثلاثه ولا شهر في انتخابات مجلس الشعب، وكمان في المؤتمر الاقتصادي. عندنا حاجات كتيره غير كره القدم، لكن هل ممكن كل يوم نصحى البقيه في حياتك؟ الواحد تعب، لازم كلنا دلوقتي ننسى كل واحد مركزه ايه، وننزل للقاع ناس. يعني انت لما بتلعب وبتبقى مدرب بتنزل لقاع اقل لعيبة عشان خاطر هيكسبك، صح؟ احنا لازم ننزل للناس دي، مش لازم يكونوا كلهم يقولوا عليهم مش محترمين، لا محترمين، ناس محترمين، في ناس اتدخلت فيهم في ناس اتدخلت في وسطهم، لكن احنا الكبار نجمعهم ونحاول بقدر الامكان ان احنا نساعدهم على انهم يبقوا داتا لمصلحه الكره المصريه ومصلحه مصر في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي. مظبوط. كابتن ابو رجيله، انا بقدم لك كل تعازي وبشكرك شكرا جزيلا. الزمالك بيعود للتدريبات يوم الخميس. استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك على العودة للتدريبات الجماعية يوم الخميس المقبل بعد انتهاء الحداد على ضحايا احداث مباراة انبي واللي اقيمت بملعب الدفاع الجوي امس، وكان نادي الزمالك اعلن الحداد لمدة 3 ايام تنتهي غدا الاربعاء. انا برضو بناشد مجلس ادارة نادي الزمالك ان لو مثلا يعني عايز اقول ان ما دام في انشاءات بتتم جوه النادي وكده، ليه ما يبقاش في نصب تذكاري للشهداء، للناس اللي ماتت عشان خاطر جايين يشجعوا الفريق؟ فده برضو حاجه ممكن تتحط في الحسابات او في الاعتبارات. يعني هندريك بينتظر البطاقه الدوليه، ينتظر النادي الاهلي خلال الساعات المقبله وصول البطاقه الدوليه للبرازيلي هندريك، واللي تم التعاقد معاه في اليوم الاخير للانتقالات الشتويه في يناير، واكد وائل جمعه مدير الكره ان النادي الاهلي خاطب الاتحاد الايراني من اجل ارسال البطاقه الدوليه للاعب حتى يتسنى له المشاركه في المباريات اذا قرر خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الاعتماد عليه محليا، خاصه انه لم يقيد افريقيا. هندريك بيواصل التاهيل حاليا وهيكون جاهز خلال ايام قليله للمشاركه في التدريبات الجماعيه. وليد سليمان بينتظم في التدريبات بعد عقد قرانه، انتظم وليد سليمان لاعب النادي الاهلي في تدريبات الفريق الجماعيه بعد ما عقد قرانه مساء الاحد الماضي في احدى قاعات الافراح بدار تابع للقوات المسلحه في مدينه نصر، وحصل على اذن من الجهاز الفني بالغياب عن المران في اليوم التالي وعاد وشارك في التدريبات. تاجيل سفر عمرو جمال لاسبانيا، تاجل سفر عمرو جمال مهاجم النادي الاهلي الى اسبانيا لمده شهر، وبيواصل اللاعب العلاج والتاهيل تحت اشراف الجهاز الطبي بالنادي، وبينفذ برنامج علاجي مكثف خلال الايام دي، وكان مقرر سفره الى اسبانيا الاسبوع المقبل لكن تم تأجيل سفره على ان يستكمل العلاج مع الفريق بعد ما يرجع من اسبانيا. حسام غالي جاهز للسوبر، شارك النهارده حسام غالي كابتن النادي الاهلي في التدريبات الجماعيه للفريق خلال الايام اللي فاتت، وبات جاهز للعوده للمباريات خاصه مواجهه السوبر الافريقي امام وفاق سطيف الجزائري يوم 21 الجاري في البليده، وكان غالي غاب عن مباريات الفريق خلال الفتره اللي فاتت بعد ما تعرض للاصابه في جازه في الرباط الداخلي. وعندي انباء عن حدوث زي يعني ايه مشاده كده ما بين حسام غالي وبين رمضان صبحي في التدريب الصباحي اللي حصل، عندي اخبار كده ان ايه يعني في تقسيمه ومش عارف ايه وفي شحن شويه، انما حسام اكيد كابتن التيم ويلم الناس دي ما فيهاش اي مشكله. طيب احمد عادل جاهز للمباريات، بات احمد عادل حارس مرمى الفريق جاهز للمشاركه في المباريات بعد ما انتظم بشكل طبيعي في تدريبات الايام اللي فاتت بعد ما تخلص من اثار الاصابه اللي تعرض ليها في نهائي الكونفدراليه امام سيوي سبورت الايفواري بمزق في العضله الاماميه، وغاب الحارس عن الفريق حوالي شهر ونص قبل ما يرجع للمشاركه في التدريبات الجماعيه مره اخرى. هروح لتقرير دلوقتي معايا عن الدرجه الثانيه، مش بعيد عننا الدرجه الثانيه، عن مباراة نابارو وبلدية المحلة، نتفرج على التقرير ونشوف المباراة ونرجع عشان نكمل بقية أخبارنا. مش معدية قبل ميدان اسماعيل، لكن بيلعب افضل سرعة يا بوكو، روح تاني بيمت عماد وعماد ليه قدام، روح لعماد وبوكو تاني سيلة وسيلة قدام سيلة ومحطة
النهارده انا بشكر اللعيبه شفت رجاله جدا بصراحه شايفين ملعب مش كويس خالص مش ملعب كوره بنلعب عليه صراحه اللعيبه محطوطه تحت ضغط الفتره اللي فاتت بسبب ان جمهوريه شيرين فرق نقطه بيننا وبينها والنهارده هي بتلعب على ملعبها واحنا بنلعب مره بقى ملعبنا ماشي جامد فالنهارده كان ضغط غير عادي على اللعيبه نفسي بس الحمد لله بشكر الحمد لله بشكر ربنا النهارده على الاداء الحمد لله وبشكر ربنا على الفوز الحمد لله رب العالمين والله احنا بنقدر الله وما شاء فعل الحمد لله على كل حال ولكن النهارده احنا كنا بنلعب كابتن حماده مرزوق كان عامل خطه متوازنه وماسك بيها نص الملعب الشوط الاول ضيعنا 3 4 فرص ولكن احنا ما زلنا بنعاني من التحكيم انا عايز حضرتك تشوف الهدف اللي جاي فينا الهدف من تسلل واضح 100% الحمد لله رب العالمين انا بلعب فرقه مش عارف هي وضعها في الجدول ازاي بالشكل ده فرقه مميزه جدا فرقتنا بره الحمد لله رب العالمين اللعيبه بتاعتنا بتلعب متماهيه فاهم ان المباريات اللي جايه دي كلها مباريات كؤوس احنا فاضل دلوقتي 9 8 مباريات المباريات كلها نحاول بقدر الامكان نتعامل بقى زي ما اتعاملنا بقى النهارده ان شاء الله باذن الله للجميع المباريات اللي جايه ان شاء الله فوز عشان نفوز تاني دوري ممتاز ان شاء الله اهلا بحضراتكم مره اخرى الاسماعيلي بيرصد برقيه عزاء لنادي الزمالك ارسل مجلس اداره النادي الاسماعيلي برقيه عزاء لمجلس اداره نادي الزمالك في ضحايا جماهيره في مباراه امبي ورسميا خلاص كابتن طارق يحيى مدير فني النادي الاسماعيلي اعلن مسؤول النادي الاسماعيلي توصلهم لاتفاق مع طارق يحيى المدير الفني لتدريب الفريق الاول لكره القدم بالنادي خلال المرحله المقبله ومن المنتظر ان كابتن طارق بكره هيقود اول تدريبه ليه مع الفريق و مدرب عام معاه كابتن اشرف خضر بتروجيت بيطير الى السودان عشان يواجه غزالة السوداني في دور ال 64 بالكونفدراليه استقر كابتن رمضان السيد المدير الفني لفريق بتروجيت على قائمه الفريق المسافره الى جنوب السودان بكره الاربع عشان يواجه فريق غزاله بدور ال 64 ببطوله كاس الاتحاد الافريقي يوم الجمعه المقبل على استاد جوبا واللاعبون المختارين للسفر هو محمد الشناوي محمود شكري محمد توفيق لحراسة المرمى احمد مجدي محمد دبش كريم ذكري سامح شوشه اسامه محمد مصطفى شبيطه شهاب الدين احمد الشناوي محمد سعيد هشام ابو خليل جيمس تيبي ايهاب المصري شميلسي بيكلي محمد عبد النبي ومحمد فتحي دول اللعيبه بتوع بتروجيت اللي المفترض هيسافروا وطالما هيبقى فيه توقف في الدوري لا قدر الله اللعيبه او الفرق المشاركه في افريقيا دي هي اكتر فرقه تتضرر خلينا نرجع تاني لموضوعنا الاساسي وهو احداث الدفاع الجوي معايا كابتن مصطفى يونس كابتن مصطفى ازيك كابتن مصطفى الو ازيك كابتن مصطفى ازيك حبيبي ازيك يا اخبارك ايه يا كابتن تمام يا حبيبي البقاء لله البقاء لله وحده يا كابتن مصطفى ربنا يخليك تمام طيب يعني تعليقك على الاحداث ورؤيتك للاحداث اللي بعد كده لا طبعا احداث مؤسفه احداث احزنتنا جميعا رجعتنا لورا 100 خطوه مش رجعتنا احنا كرياضيين رجعت البلد انا في اعتقادي اللي حدث دوت دي مؤامره على البلد ولازم نعترف بده ان مرتين زي ما قلت انا قبل كده الرياضه هي الخاطره بتاعت البلد وبعدين احنا داخلين على مستقبل بلد شفت الصوت مش كويس ولا انا مش سامع لا سامعك يا كابتن انا مديك الفرصه انا سامعك احنا عندنا قناه السويس وبوتين هنا المؤتمر القمه الاقتصادي ده طبعا ده مش عاجب الغرب ولا عاجب الشيطان الاكبر اللي هو امريكا اللي حاطط الروليت زي ما احنا بنقول بيلاعبهم لكن احنا بلدنا هتستمر وانا عايز اقول للناس اللي بتنادي بعدم عوده الكوره مره ثانيه ويعني ايه كوره ويعني ايه؟ لا ما يعرفوش حاجه ما بيحبوش البلد لان الكوره زي الداخليه وزي السياسه وزي الاقتصاد وزي الجيش وزي الشرطه. لكن اللي حصل ده طبعا كلنا ناسف عليه وانا اعتقد المتهم الاول التنظيم. يعني المتهم الاول التنظيم والمتهم الاول والاول 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 الشباب الالترس المضلل واللي هم بيقبضوا قد كده وبيسيبوهم يموتوا يدخلوهم الخيه ويتكلوا على الله زي ما حصل في بورسعيد
فكل ده يعني اعتقد ان التحقيقات هتثبت دوت. طيب السيناريو هو هو المتكرر، هو هو اللي حصل في بورسعيد، واللي قتل في بورسعيد هو اللي قتل في القاهره. لكن لازم نترحم على اولادنا، بس لازم نتفق نختلف معاهم. وعلى فكره هو مش كلهم، اكيد طبعا مش كلهم وحشين، لكن القله القليله منهم اللي بيقبضوا من ايام مكتب 25 يناير هم دول الاساس في الموضوع. وانا اتمنى ان الناس دي لازم يبلغ عنهم ولازم يفهم. وزي ما سمعت النهارده وامبارح في تحقيقات اثبتت ان فعلا اللي خد 2000 جنيه واللي خد مش عارف كام، عايزين نشوف الكلام ده مظبوط ولا مش مظبوط. والناس اللي بتنادي وائل بعدم الكوره، بعدم لعب الكوره، انا بقول لها انتوا غير وطنيين وغير مصريين. فبالتالي لو هتلغي الكوره لازم ترجع جيشنا العظيم اللي كل يوم بيموت منه ناس كتيرة، الداخلية، الضباط بتوعنا، أولادنا وإخواتنا وأهلنا، اللي كل واحد خارج من بيته سايب مراته وأولاده وما يعرفش إنه راجع ولا مش راجع. إحنا بالضبط في نفس المستوى، إنها التفجيرات النهاردة والناس اللي ماتت في إسكندرية، يبقى خلاص نلغي محافظة إسكندرية. فبالتالي لو هنلغي ده هنلغي. لكن لازم نشيطك، لازم يبقى في قانون. لما القانون يطبق على الكبير قبل الصغير أعتقد هيبقى في رد. في نفس الوقت لازم نعمل حوار مع المهاويش دول. لسه بقى لسه هسألك بقى كابتن مصطفى في اللي حضرتك بتتكلم فيه، واحدة واحدة كده مع بعض. أول حاجة حضرتك اتكلمت عن إن المسؤول التنظيم، صح؟ أه طبعًا. مين اللي نظم؟ مين المسؤول عن التنظيم أصلًا؟ نادي الزمالك، نادي الزمالك اللي نظم. اتحاد الكورة، اتحاد الكورة ملوش دعوة؟ صوت اللي قطع شوف. اتحاد الكورة ملوش دعوة يا كابتن؟ لا، اتحاد الكرة نادي. اتحاد الكرة بينظم، اتحاد الكرة بينظم الدوري العام. اتحاد الكرة مش هو اللي واقف على البيبان، هو اللي بيدخل هو بيخرج، مش هو اللي طبع التذاكر، مش هو اللي بيبيع التذاكر. مش عايزين نرمي اللوم على ناس بريئه، لازم ان الواحد كل واحد ياخد حقه. لكن برضه في نفس الوقت يعني ايه تقتحم الملعب؟ يعني ايه يعني تهديدات من بقالها 3 4 ايام هنقتحم وهنخش؟ هي عافيه. لازم يعرفوا ان في دوله سبهلله بتاعت الاخوان انتهت. التعليمات اللي كانوا واخدينها الان من مرسي ومن الشاطر ان محدش يقرب لدول دول خط احمر انتهت. احنا دوله مؤسسات، احنا دوله قانون، وده ما قال سياده الرئيس كله بالقانون. وانا اتمنى ان القانون يطبق يا شيخ. طيب كابتن مصطفى اتكلمت عن المهاويس او اتكلمت عن بعض الشباب اللي موجودين في الالتراس وان هم بيتكلموا بقالهم 3 ايام وعايزين يقتحموا وهنقتحم والكلام ده كله. طيب هل يا كابتن مصطفى المهاويس دول ما لهمش حق علينا اللي احنا عاقلين، الناس العاقله، ان هم يقعدوا مع المهاويس ويقولوا لهم انتوا يا مهاويس انتوا مهاويس ليه؟ ما انا عايز اقول لك انا قلت ايه، لازم يبقى في حوار معاهم. لكن يعني تخيل لما يبقى اكبر رأس الداخليه يقعد معاهم ويتحاور معاهم، ها، ورجال الدوله بيقعدوا معاهم ويتحاوروا معاهم، لما رئيس الدوله يقول لا دول ولادنا ودول كذا وهم مش عاملين اعتبار ده كله، انت عايز ايه تاني؟ عايز ايه تاني؟ الناس دي قعدت قبل الدوري ما يبتدي وقبل الجمهور ما يخش، وقعدوا مع رئيس مع القيادات في الداخليه واتفقوا على سيستم الشغل وعلى سيستم النظام وان الموضوع انتهت. الالتراس الالتراس ما حدش قعد معاه كابتن مصطفى. نعم؟ الالتراس ما حدش قعد معاه. لا 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 لا، دي قعدوا في الداخليه دي. طب اسالك سؤال ثاني يا كابتن مصطفى. قعدوا في الداخليه وقعدوا مع رجال الداخليه يا ريس. طب اسالك سؤال ثاني يا كابتن مصطفى بعد اذنك، حضرتك مدير فني كبير ولما بتبقى جاي تلعب خصم بتقرا كل حاجه عن الخصم، بتتفرج على الفيديو بتاعه وبتعرف بيفكر ازاي عشان بتدرس الخصم دوت عشان تعرف تخش له من انهي اتجاه، مظبوط؟ طبعا طبعا. طيب انا الالتراس محدش كلف نفسه لا من القيادات ولا من غير القيادات ولا من الحكماء ولا حاجه انه يقرا ويعرف الالتراس ده فكرهم عامل ازاي؟ عقيدتهم شكلها عامل ازاي؟ بيفكروا بطريقه عامله ازاي؟ عشان يعرف يكلمهم ويحاورهم. الالتراس يا كابتن مصطفى اللي الناس كتير جدا ما تعرفوش. يا وائل يا وائل، هو في حد ما يعرفش الالتراس بيتعامل ازاي وبيتكلموا ازاي؟ طب انت عارف يا كابتن ان الالتراس في من ضمن افكاره ان الالتراس ده على مستوى العالم انه مفيش استاد يخشه بفلوس؟ انت عارف الكلام ده يا كابتن مصطفى؟ لو احنا هنمشي على مزاجهم ولا ايه؟ مش هنمشي. انا قصدي كان لازم يتحط حل قبل المواجهه، كان لازم نقعد نقول لهم يا جماعه لا لازم تدفعوا فلوس عشان تخشوا. الطب في الكوره في العالم المانيا وفرنسا وانجلترا واسبانيا بيخشوا ببلاش؟
ده انت بتحجز بالسنه بيه. اللي بيحب نادي يدفع فلوس، وانا كنت انت لسه صغير، صالح سليم، صالح سليم انت بتتكلم على مين؟ بقول صالح سليم لما كان حصل مشكله في النادي الاهلي معاه وما كانش عايز الماتش يضيع، ماتش اهلي وزمالك، ها؟ قطع تذكره في الدرجه الثالثه ودخل بيها. صالح سليم مش 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 مشجعين بيحبوا ناديهم بس، ده كابتن النادي الاهلي وخسر مصر ورئيس نادي، فالوضع مختلف. لا لا احنا انا مش في محاوله دلوقتي اقول لحضرتك ان هم عندهم حق لازم يخشوا من غير فلوس، انا بتكلم ان من الحكمه ان احنا نبقى عارفين الناس دي بتفكر ازاي عشان نعرف نقنعهم بفكرنا احنا بان احنا اللي صح. يعني لما رئيس النادي الزمالك كان اسامه راح اتصالح معاهم وراح قعدوا في المدرج وبعد كده هتف وشتم مصر كلها، كم ده ايه؟ انا مش عارف برضه موقفهم غريب جدا. انا بقول لك اهو يعني الناس دي مغيبه الناس دي مفروخ عليها. وبرضه عايز اقول انا لسه مكلمني حد من اسر الزملكاوي دلوقتي بيقول لي يا كابتن لحد امتى هتبقى ايدينا مرتعشه؟ لحد امتى البلد دي مرتعشه؟ بص يا وائل احنا في دوله قانون، من يخطئ لازم يحاسب. بس ده مهم جدا يا كابتن مصطفى. الطبطبه كفايه طبطبه، اللي بيطبطبوا عليهم راحوا في 60 داهيه خلاص، خلصنا منهم. وخلصنا منهم للابد. الطبطبه ما تنفعش، اللي بيغلط يتحاسب، لكن في ناس الناس المحترقه اللي دخلت في الطابور 3 كيلو الطابور والناس داخله، ليه دول ما ماتش منهم حد؟ ليه دول ما حدش ضربهم؟ ليه دول ما اساؤوش للبلد؟ ليه دول طبعا مظبوط. لكن ده مستهدف. بص وائل انا بقولها على العلانيه، البلد مستهدفه والرياضه جزء من الدوله زي الجيش وزي الشرطه وزي القضاء وزي كل حاجه وزي الاقتصاد. كابتن مصطفى يونس نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر بشكرك شكرا جزيلا. بركه عزاء من بلاتر لاتحاد الكره المصري، ارسل جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم بركه عزاء للاتحاد المصري لكره القدم برئاسه جمال علام في ضحايا استاد الدفاع الجوي. واعرب بلاتر خلال بركه العزاء عن تعزيل مجتمع كره القدم المصريه للاحداث المؤسفه اللي حدثت قبل لقاء الزمالك وانبي، واكد تعاطفه مع عائلات الضحايا وان الفيفا ينتظر نتائج التحقيق في هذه الماساه وانه مستعد لتقديم اي دعم للاتحاد المصري للتعامل مع اثار هذا الحدث. الدعم يا عم بلاتر يا نجم، انت يا بلاتر يا نجم الاداره الرياضيه، الدعم اللي تقدمه للاتحاد المصري لكره القدم هو كورسات لكيفيه اداره كره القدم. الدعم اللي احنا بنطلبه من الفيفا هو كورسات في كيفيه اداره كره القدم، هو كورسات في كيفيه تنظيم مباريات كره القدم، هو كورسات في مين اللي يامن كره القدم، هل وزاره الداخليه تفضل تامن ويفضل الصراع الدائر والصراع الدائم ما بين الالتراس او روابط المشجعين وبين الامن، ولا شركات امن تيجي؟ كنا عملنا مداخله من فتره مع سياده الاستاذ سياده اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث الرسمي عن وزاره الداخليه او المتحدث الاعلامي عن وزاره الداخليه، وقال لنا احنا عايزين ملناش دعوه بالقصه ونفسنا ان شركات امن خاصه تيجي هي اللي تامن وما عندناش مشكله خالص. طب ليه ما تمش التعاقد مع شركات امن خاصه؟ ليه؟ بقول لكم يا جماعه مكابريهات مصر كلها مليانه بودي جاردات بجد والله. ما نتعاقد مع شركه، ما في شركات بتاعت مصر كلها بقت ماشيه فرد عضلاتها، ما تجيبوا الناس دي تقف على الاستاد. اي حد من الالتراس بقى داخل عامل مش عارف ايه هيلاقي حد زي كده هيكش بدون بقى اسلحه وبدون خراطيش ولا اي حاجه. والالتراس برضو غير من فكرك وما تقوليش داخل من غير فلوس. ازاي يعني داخل من غير فلوس؟ ده ايراد جاي لناديك هيعود على ناديك بالنفع، سواء في منشآت بنية تحتية، سواء في تعاقدات لتدعيم فريق، سواء لسفر، سواء لبوكت ماني، سواء لمستحقات لاعبين. يعني انت بتساهم في في في, في ان ناديك يرتقي ويعلى، مش تقول لي داخل من غير فلوس او داخل دي ده فكري. ازاي يعني نعمل شركات خاصه يتضربوا، شركه فالكون تتضرب من الجامعات؟ ايه اللي احنا عايشين فيه ده؟ اطلع من هدومي. اللي احنا عايشين في ايه؟ كم العشوائيه وكم عدم النظام اللي احنا بقينا عايشين فيه ده؟ ايه الذل والمهانه دي؟ احنا يا جماعه بنلعب كوره، احنا عايزين نستمتع بالكوره. بكره حلقه جديده من الرياضه اليوم، بكره ان شاء الله يوم الاربعاء باذن الله لو ربنا احيانا وكان لنا عمر يعني وجينا. بكره حلقه استاذ اسامه خليل ناقدنا الرياضي، استنونا بكره ان شاء الله في حلقة جديدة من الرياضة اليوم مع وائل رياض.